كله تمام الحمد لله. وحشني والله. والله وانت كمان. منذ اخر لقاء لينا يعني بقاله فتره. صح. طيب الحلقه دي تعتبر زي سيكونس لكماله الحلقه اللي فاتت. يعني انا في 3 4 حلقات عندي مهمين جدا والناس بتعلق عليهم كتير جدا وبيجي لي رسائل كتير جدا اللي هو ايه هات اسلام تاني هات اسلام تاني هات اسلام كده. فدي حلقه زي ما تقول هنكمل المتغيرات اللي حصلت لك في السنه اللي فاتت دي والحاجات اللي اتغيرت في فكرك واتغيرت في شغلك وتدينا حلقه زي اللي فاتت كده ان شاء الله. صح ان شاء الله, إن شاء الله. طيب هتبدا ماشي. شوف انت يعني عايز تعرف. بص انت اكيد في فتره جات لك اسئله كتير من ناس صح بالظبط. فانت في حاجه اكيد بتكررها في الشرح فانت ممكن تشرحها المره دي مره وتبقى هي الريفرنس. هو بص هي اكتر الاسئله اللي بتجي لك يعني في اسئله بتيجي مثلا ليها علاقه بالبرنامج نفسه اللي انا بشتغل بيه. انت بتشتغل بكذا ولا بتشتغل بكذا ولا ايه يعني بتشتغل ايه بالظبط السوفت وير نفسه. وفي ناس كانت بتسال اللي هو طيب احنا لو عايزين نبتدي نظبط الاكونت عندنا او الاكونت بتاعنا يبقى تمام او الكلام ده كله يعني بيحصل ايه. وبالذات الناس اللي كانت عامله لي مثلا فولو من زمان قوي فشافت اللي حصل بالظبط شافت البروجرس فاقتنع فقال لك انا عايز اعمل انا كمان بالظبط. يعني بالذات لو حد مثلا كان في الحلقه عندك كان في رقم وبعد كده لما جه دخل مثلا يشوفني فلقى بقى في رقم طبعا الموضوع طبعًا. ايه اللي حصل اختلف جدا. وكان في مثلا ناس بتسال الشركات الكبيره اللي انت مثلا اشتغلت معاها كانت بتيجي لك ازاي او بتيجي ازاي انت بتبعت لهم او مش عارف ايه الكلام ده كله. فدي كانت اغلبيه الاسئله. حلو. ف دول سيكشن بالظبط. دول هنتكلم فيهم كسيكشن. أوكي. هل انت في حاجه في دماغك تانية مثلا زي انا شايف حاجه خلط الناس بتعملها فعايزه اصحح لهم مفاهيم في حاجات من دي دي ممكن اديها للجزء الثاني. اوكي مفيش مشكله خلاص تعال نبدا بالاسئله المكرره او نبدا زي ما انت حابب. يعني انت شوف انت عايز تبدا. لا لا مفيش اي مشكله. شوف انت خلاص تبتدي بيه خلاص. اوكي يعني عندك مثلا موضوع ان انت البرنامج ده انا بستخدمه او الكلام ده كله. انا كنت بستخدم الاول سينما 4D كبدايه في الاول وبعد كده نقلت لبلندر. البلندر كان بالنسبه لي كان حد من اصحابي هو اللي قال لي عليه ان هو استخدم بلندر لان كان بالنسبه للرندر بتاعه كان بيشتغل على الماك. انا عشان كنت ماك يوزر في الاول فكان الموضوع بالنسبه لي مش عارف اشغل الانجن ريندر كويس. الانجن ريندر اللي هو بيعمل ريندر للحاجه نفسها عن طريق سينما 4D لان كان بيحتاج كروت شاشه معينه او جي بي يو معين عشان قطر يشتغل. فماك ما كانش سبورت لحاجه زي دي فروحت للبلندر عشان اقدر اشتغل على حاجه. انا بحب البلندر صح. لا بلندر لذيذ. بلندر لذيذ خفيف كده وفاهم وانت قادر تفهم فيه الحاجات بسرعه. بالظبط. وفي كل حاجه يعني انت لو عايز تتعلم اي حاجه هتلاقي فيه البدايات اللي تقدر تطلع منه الحاجات البسيطه والحاجات الكبيره شويه. وبعدين هم قاعدين بيعملوا ابديت جامد بالذات بعد ما جالهم الفند اللي هو جالهم يعني جالهم فند من كذا شركه. فالموضوع بقى ادوبي عملت فند عشان خاطر سبستانس عشان ادوبي كانت اشتريت سبستانس بعد كده عملوا الموضوع ده فربطوها مع بعض. حلو. وعندك شركه ابل نفسها برضو لسه بتعمل فند. لسه عملوا فند قريب. طب ما كده هيكبر البرنامج. هو الحمد لله ان هو بيعملوا لهم فند بس ما اشتروهوش. يعني لو اشتروها يخربوه. ما بص ادوبي دي بتدب ايديها في الحاجه تجيبها الارض. لو اشتروها هتلاقي بقى سبسكريبشن بالذات ان البرنامج ببلاش. طبعا. فالموضوع كان لذيذ شويه ان هو بداوا يتحركوا بداوا يدفعوا فلوس في الحاجات زي دي فبدا يشتغل. ممكن البرنامج يخش في الاندستري قريب صح. هو بص بنسبة كبيرة هو ده لما الناس بتتكلم معايا فيه. انت شغال ببلندر شغال ببلندر او انا بتشتغل بايه شغال ببلندر. فهو صح. بالنسبة للناس انت قادر عايز تشتغل بيه بايه. هل انت عايز تشتغل 3D وبعد كده تشتغل في شركة فبلندر مش هيبقى احسن حل ليك. صح. خالص. صح. لان بلندر الشركات الكبيرة هم كام شركة اللي بتعتمد عليه. عشان هم الشركات الكبيرة بتبقى معتمدة على مايا معتمدة على ماكس. ليها سلسلة برامج كده عشان تطلع الحاجات. عشان تحطها في البايب لاين بتاعها. ايوه بالزبط. في البايب لاين بالظبط. فهم بيبقى عاملين ادونز معينة بيبقى عاملين حاجات معينة جوه سينما 4D او جوه ماكس او جوه مايا عشان يقدر يكمل بقية التيم يشتغل على الحاجات اللي شغالة. وده كلام صح. يعني شفته وكلام اتقال لي من ناس. أيوة شغالين في المجال. الناس اللي شغالة في CGI بالذات يعني. فانا كان كل سؤالي لو انت عايز برنامج عشان تشتغل بيه تعمل بيه حاجات لنفسك ولا تعمل بيه حاجات تفهم الـ3D ماشي ازاي او تشتغل فريلانس ماشي. لو الموضوع بالطريقه دي فبلندر تمام. اوكي هيكمل معاك بعد كده عايز تبتدي بقى تشتغل في الشركه او كده مش هينفع.
لانك هم هيبقوا محتاجين ناس شغاله في نفس البرامج اللي شغاله معاهم. بس انت اوريدي لو اتعلمت بلندر انت هتبقى ما هتغير السوفت وير، انت مش هتغير الحاجات اللي اتعلمتها، هتغير بس التولز. يعني ازاي بتجيب التولز بس هتقعد شويه لحد ما تفهم منين يعني ان انت تفهم منين بيروح فين والكلام ده كله. الموضوع بالنسبه لك انت بتبقى شورت كات، حافظ الشورت كات بتاعتك، فانت عشان اي برنامج بيسهل عليك بالظبط. فالموضوع هيبقى رخم شويه بالنسبه لك ان انت عشان تبتدي تتعلم من اول جديد. فكان بالنسبه لي الموضوع ان هو بساله انت شغال ايه بالظبط او انت عايز تعمل ايه. ففي ناس بتقول انا عايز اعمل زي اللي انت بتعمله، تمام بلندر هيكمل معاك وفي توتوريال ليه وفي ناس كتير بتعمل الحاجه زي دي. لكن لو انت عايز مثلا تعمل حاجه مثلا ليها علاقه بشغل الانتيريو مثلا، انت شغال مثلا مهندس او لسه بتتخرج او اخره، فمش هينفع برضو لان انت في الحاجات بتاعه الانتيريو والاكستيريو عموما بتبقى فيها مشكله ان انت بتتعامل على سكيل كبير. يعني لو في سكيل مثلا شجر بنسبه معينه مش عارف ايه عايز كاميرا تتحرك في السكيل الكبير ده، بلندر هيبقى صعب، محتاج ريسورسز جامده، يعني محتاج اجهزه تقدر تقول عشان تقدر تشتغل وتقدر تشوف اللي انت. لكن البرامج الثانيه تسلك، البرامج الثانيه هي قادره تتعامل مع السكيل الكبير او قادره تفهم الحاجات دي. في ما هو انا بسال ناس انت عايز تعمل ايه، يعني انت لو عايز تعمل سيميليشن في السيميليشن مثلا، لا انت ممكن تتعلم هوديني. هوديني في بارتكلز بقى وحاجات كلها بالظبط. هوديني بيتعامل هو دي بالنسبه له الشغل الاساسي يعني هو كله نوت سيستم وبتشتغل عليه. فانت خلاص ابتدي بده، لو انت عايز تعمل حاجات ليها سيميليشن مثلا ميه نار دخان الحاجات دي كلها ما تتركش نفسك في بلندر على الفاضي. بالظبط لان انت الحاجات دي اغلبها ما بتعملهاش موديلنج، يعني هوديني بيشتغل بحاجات دي. ولو انت عايز تكمل في سي جي اي اصلا، فانت هوديني بالنسبه لك انت خلاص في شورت كات جامد عملتها، تدخل عنده اسرع لك. بالظبط عايز تتعامل مثلا حاجات مثلا مباني او كلام كبير او كلام ده كله، مش هيبقى بلندر احسن حل. لان انا بشوف ناس ساعات بيتعاملوا في بلندر ان هو بيعمل موديلنج على بلندر وبعد كده بيوديه على سينما 4D يعمل ريندر عليه، لان هو عارف الاضاءه او اللايتنج او الريندر انجن بتاع بلندر مشغل ازاي او سينما 4D مشغل ازاي. فبساله من الاول انت عايز تعمل ايه، ولو في كذا بيبقى هتروح لكذا، لو في كذا يعني ده الاحسن. انا بالنسبه لي كان بلندر ان انا ما كنتش حاطط في دماغي ان هو انا هكمل اصلا في الشغل ال 3D. يعني انا كان بالنسبه لي انا عايز اعمل الموكابس بتاعتي، انا شغال بعمل براندنج، شغل براندنج، شغل الجهات، فعايز اعمل الموكابس بتاعتي بس. كل ده كان كل طموحي. فبدات اللي هو ابتدي اشتغل افهم الدنيا ماشيه ازاي واكمل فيه معك. فما كانش في دماغي اصلا فاهم. فلما بيجي بقى حد يسالك فانت بتدي له الموضوع اللي هو ايه، لا انت واقف في حته فانت عايز تكمل بقى منين او تروح لفين. صح فالموضوع صح. بيبقى لذيذ يعني اعتقد بلندر باختصار كده هو اسهل برنامج تعمل عليه 3D illustration. بالظبط هو بتاع الستريشن، يعني بتاع هترسم 3D، هو رسومات والدم خفيف ويانيميت سنه ويموديل سنه بابسط مجهود هتعرف تطلع نتائج بسرعه. عندك اي تطلعات تانية بره السوفت وير ده؟ بره، لان انت مثلا في سينما 4D انت مفيش انجن ريندر، يعني انت مفيش اللي هو اللي جواه، وده مفيش اي احساس عنده بالاضاءه اصلا، يعني في اللايتنج والشادو مفيش ومفيش اللي هو لايف بريفيو اللي انت تعرف تشوف الحاجه وانت شغال، فلازم تعمل ريندر. فبتضطر ان انت بالظبط، فانت بتضطر ان انت تجيب انجن ريندر تركبه عليه زي فيري كرونا اوكتين الكلام ده كله عشان تبتدي تشتغل. فالحاجات دي السيتنج بتاعها عالي جدا، يعني انت عشان خاطر تبتدي تعمل ماتيريال ازاز او تعمل ماتيريال مش عارف ايه، عايز كارت شاشه عايز وكمان ان انت تبتدي تفهم في الماتيريال نفسها بياخد وقت. في بلندر الموضوع ابسط من كده، هو لعبه اكتر ابسط. توصل لمرحله بقى انت بتحس الوقت طب انا عايز اعلي في الكواليتي، فتكتشف بقى لا ده في حاجات تانية عايز اروح ابعد بقى. هو مش مجرد انت بتوطي الرافنس او بتعلي السبيكلر او الكلام ده كله بقى، لا فانت محتاج بقى وشغل تشتغل بطريقه تانية. صح. فده كان بالنسبه للسؤال بتاع بلندر انت شغال بايه او بتعمل ايه. موضوع لما جيت كملت وبدات اشتغل، انا كنت بعمل حاجات فور فن، يعني انا كان بالنسبه لي الموضوع بدا كله فور فن زي ما انا كنت حكيت لك في الاول. انا بالنسبه لي الموضوع انا بجرب، انا بحاول افضي دماغي بمعنى صح. ومنها ان انا كنت بظبط الاكونت على الانستجرام بتاعي، فكان لازم انزل بوستات بطريقه معينه، لازم انزل كل اسبوع. مش مدين نتكلم فيها دي سيستم بتاع دي دي حاجه ثانيه. فدي على اساسها بدا الاكونت مثلا يتظبط او الكلام ده كله، فبدا يجي لي فولورز اكتر شغل. بدا يجي لي فولورز وبدا يجي لي شغل. فلما كان بيجي لي ناس، يعني كان في كذا حد سالني انت الشركات الكبيره بتتعامل معاها ازاي، او ان انت بتبعت لهم. فالشركات الكبيره اغلبها انت مش هتعرف توصل للايميل بتاعها اصلا، يعني انت مش هتعرف يعني انت لما تيجي تخش على الويب سايت بتاعهم هتلاقي السبورت، هتلاقي الانفو، هتلاقي مش عارف ايه. فلما تيجي تبعت
مش هتقول لهم انا كذا 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 وعندي شغل او بعمل شغل. هم لازم اللي يجيبوك. بنسبه كبيره الموضوع بيبقى رخم شويه ان انت لازم تبعت لهم بقى البورتفوليو بتاعك ومش عارف ايه وكلام ده، وانت هتبقى من 3000 حد تاني بيبعت. في طريقه، دي طريقه بتمشي، بس بتمشي لو انت شركه، فانت بتبقى شركه بتبعت لشركه فانت قادر تتابع، فانت بتبعت ل 3000 حد في نفس اليوم. يعني زي ما بتلاقي جاي لك ايميلات عايز نعمل لك الويب سايت بتاعك، عايز نعمل لك مش عارف ايه، وانت بتلاقي نفسك رد فعلك اللي هو وانت مش شركه ان انت طب انا مش عايز اعمل الويب سايت بتاعي، انا عندي تيم اصلا او عندي تيم او كلام ده. فشكرا كتر خيرك وخلاص. فالشركات الكبيره دي بالذات ان الشركات الكبيره بتبقى اصلا مش هي اللي مسؤوله عن التصميمات، بتبقى معانا ايجنسي عندهم، يعني بتبقى في ايجنسي هي اللي ماسكه الشغل. فانا بالنسبه لي انا كنت بعمل اللي عليا مش اكتر، انا بفضي دماغي وبعمل تصميمات شكلها حلو ودمها خفيف وبحاول اطور فيها وخلاص. لحد ما كان اول حاجه تيجي غير، كان جالي الشركه الاول، كانت جالي باي بال الاول، وبعد كده جالي ال جي، كانت بالنسبه لي ال جي اول حاجه. فهم اللي شافوا الشغل، يعني كانوا شافوا الشغل بتاعي على دريبل وكانوا شافوه على انستجرام، بس بعتوا لي على انستجرام ماشي احنا كذا 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 كذا، والاكونت باين ان احنا فلان الفلاني او الشركه الفلانيه، احنا عايزين الشغل، عايزين نشتغل معاك، عايزين نعمل نفس. وكانوا عايزين 3 دي الستريشن برضه بالظبط. هم بيبقوا لما جم بعتوا لي، او اغلب الشركات اللي بتيجي تبعت لي، هو بلاقيه بعت لي ريفرنس الشغل زي اللي انا عامله. يقول لي مثلا انا عايز الاضاءه دي اللي انت عاملها في السين ده، وعايز الانيميشن اللي انت عامله في السين ده، وعايز مثلا المود بتاع الالوان الموجوده في السين ده. فبلاقي الريفرنس مبعوت حاجات من الحاجات بتاعتي، وبعت لي وبعت لي بريفس يعني لذيذ كده، اللي هو عايز كام ثانيه، هينزل على ايه، هيتحط فين، الكلام ده كله، و المقاسات بتاعته. بصراحه يريح يعني بالظبط. لما بتيجي تشتغل مع شركه كبيره الموضوع بيبقى مريح، هم عارفين هم عايزين ايه بالظبط، والتيم عندهم قبل ما بيكون بيكلمك هو بيبقى عارف ايه بالظبط، وعارف الديدلاين بتاعه، وعارف ان البادجت بتاعه كام، وعارف هو عايز ايه. ما بيقعدش يفاصل معاك ويقول لك قول كلمتك ويهزها شويه الحمد لله ما بيحصلش الحمد لله. هم بيبقوا محددين البادجت، وساعات في البريف اللي هم بيبقوا باعتينه ان هم بيبقوا كاتبين البادجت اصلا. ده يعني المفروض كل الناس تعمل كده والله، احنا مش عارفين اسعارنا اصلا، احنا بنسعر كده على الله يعني. بالظبط بالظبط. فانا بالنسبه لي الموضوع لما تيجي شركه في الثانيه في الثالثه، فانت خلاص بدات تفهم ايه اللي هم كلهم بيبعتوا بريف زي ده، كلهم يبعتوا بريف نفس الطريقه، يعني هو سيستم واحد بره، مفيهوش تهريج، مفيهوش اي هزار. مفيش حد فاصل معاك؟ لا خالص والله. خالص هو كلهم البريف واضح، البريف بيبقى مثلا 6-7 صفحات مثلا. كاتب لك بالظبط فوق كده ديسكريبشن، بيبقى حاطط لك اسمك كده فوق مع الشركه ومش عارف ايه الكلام ده كله. بيبقى يعني تحس ان هو اصلا قعد وقت لحد ما عمل الست صفحات دول، هو خد وقت يعني. خد وقت. بلاقيه باعت احنا مثلا هننزل مثلا شاشه جديده، والشاشه دي مثلا فيها 1 2 3، واحنا عايزين نركز على 1 2 3. التارجت اودينس بتوعنا الشباب مثلا من سن كذا لسن كذا، او بنات من سن كذا لسن كذا، على حسب. والله العظيم لان ده بيختلف على الالوان. احنا يعني انا في ساعات لما بعمل شغلي انا اللي بقعد اسال الاسئله دي للكلاينت. لا هو معاهم ما بيقولوش، ده هو بيبقى عايز، ما بيقولكش عايز حاجه مدندشه ومرقرشه ونشوف قلبي كده. هو مش فريش، خليها لي فريش. مفيش كده، مش شامم ريحتها بقى. لا بالظبط، لا مفيش حاجه من دي يعني. هو بنسبه كبيره ده كفر، والله ده كفر يعني. بنسبه كبيره الموضوع بيبقى لذيذ ان هو عارف هو عايز يعمل ايه، يعني هو بيبقى في دماغه انا ده الاودينس بتوعي ده مش عارف ايه. وبالذات ان هو لو عنده جايد لاين بتاعه، وطبعا ده بيبقى موجود طبعا، فليه بيبعت لي ما تطلعش بره. بيبعت لي فولدر كده فيه اللوجو، الالوان، البانتون بتاعته. ولو عنده مثلا حاجه زي مثلا الجي، لما بعتوا لي كانوا باعتين لي ال 3D بتاع البروجيكتور بتاعهم اللي هو عايزين يحطوه في الموديل في التصميم. فانت ما عملتلوش موديل، هم بعتوا لي اصلا. لان كان اصلا التصميم كان مبعوت اللي هو بتاع الفايل بتاع البرودكشن، بس قبل ده بمضي ان دي الاول اللي هو ممنوع تطلع الفايلات دي او تطلع في اي حته او تستخدمها تاني. فلما بعتوا لي الفايل اصلا فايل مرعب، فاهم يعني؟ انا مش محتاج التفاصيل دي كلها، انا عايز بس الشكل اللي بره بس. فبدات اشتغل عليه، فكان بالنسبه لي الموضوع سهل يعني، ان هو انا عارف انا عارف انا هعمل ايه. 1 2 3 هم بس ترندر، بس انت عايزين تستقر عند ستوك رندر عادي. هو كان عايزين بس 1 2 3، فهم
بعتين يعني هم حتى بعتين الوقت المزيكا هتبقى من عندنا هينزل مثلا مقاس المربع او مقاس مش عارف ايه اللي هو واحد لواحد ولا 3 ل 4 ولا بالظبط او مثلا 6 9 9 مش عارف ايه الكلام ده كله اللي هو هننزله مثلا انستغرام احنا محتاجين مثلا نفس التصميم ده هينزل مثلا الستوري وهينزل بوست وهينزل كذا وهينزل كذا فهم بعتين لي تعرف لو احنا اتعاملنا في السوق بتاعنا بالطريقه دي الديزاينر هيبقى مليونيرات بالظبط هيستغل احنا بمليونيرات يعني انت هتشتغل انت بس مجرد هتعمل اللي بتعمله والباقي سهل بالزبط. الباقي جاي لك انت المفروض تعمل ايه خلاص خلاص الموضوع هيبقى مريح يا لهوي فده كان اول حاجه جات لي فانا مش عارف ارد عليهم ازاي بس هم كانوا في كوريا فالموضوع كان طب كذا طب كذا طب كذا مش عارف ايه طب بعت لهم اول حاجه لا اسلام بس احنا محتاجين نشيل كذا ونحط مكانها كذا يعني دي من عندنا احنا يعني هم عايزين يحطوا صوره معينه فقلت لهم خلاص ماشي فعملت التصميم وقلت لك انزله عندك طبعا نزله عندي ونزله عندك والانجليزي كان اخباره ايه لا بص اغلب الشركات هو بص ايا كانت بتعمل ازاي اهم حاجه ان هو تبقوا فاهمين بعض انت لو فاهم انا بقول لك كده ليه انا عندي في ناس مع كلاينت في السعوديه عندي لانجويج بارير انا مش فاهم المصطلحات اصلا في من عربي العربي ما بنعرفش نوصل للغه مشتركه ده حصل معايا بس انا عشان كنت قاعد الموضوع الخليج بالنسبه لي انا عارف الكلام اللي هو بيتكلمه ازاي ايوه فانت لو مش متعود انت هتوه يعني انت لو جيت قلت له مثلا لبني فهو في دماغه ان اللبني ده ابيض اللون لبن هو اللبني ده ابيض ازرق سماوي الازرق ده مدي على درجه الازرق ماشي شلون يعني فاللي هو بتخش في تبقى فانت لو لازم تبقى فاهم هو بيكلمه ازاي لا انا بتكلم كان هو اللغه عمرها ما كانت صعبه ان انت هتتعلم انت اهم حاجه بس ان هو تبقوا فاهمين بعض يعني انت فاهم ايه اللي بيحصل وبتعرف ترد مش فكره بقى ترد بروفيشنال او مش بترد بروفيشنال او فلوينت والكلام الانجليزي الزياده عن التقليدي لا هو الموضوع ما يفرقش معاهم لاكسنت ولا والله ولا فارق معاهم اي حاجه هو فارق معاه ان انت تخلصوا الشغل في المواعيد بالبادجت اللي هو حاططها ويطلع الكونسبت كويس مش فارق معاك مش فارق معاك انت منين انت بتتكلم ايه جنسيتك ايه ملتك ايه مش فارق معاك اي حاجه تمام فده كان بالنسبه لي راحه نفسيه طبعا انت بالظبط حلو ده مريح جدا جدا فده كان مثلا ده كان اول حاجه كان مثلا ال جي والكلام ده كله كان عندك مثلا الـ بتاع بي ام مثلا بي ام دبليو لما جولي برضو دول كانوا المانيا وفي وقت الميتنج بتاعهم لما كنا بنتكلم او كلام من ده فكان في واحد من ضمن التيم اللي كان موجود هو كرييتيف دايركتور هناك في بي ام المانيا فقال كلمتين بالالماني فهو بيقول لي انت بتفهم الماني قلت له لا ما بفهمش عادي ولا عربي والله يا باشا قاعد يعتذر كتير فاهم اللي هو انا اسف مش عارف ايه يعني الادب اللي بزياده ده بيوجع لي بطني بس مش يعني هو يعني انت متخيل هو بيعمل ايه فهو بالنسبه له الانجليزي مش لغه اولى وانت بالنسبه لك مش لغه اولى بس هي اللي بنتواصل بيها بالظبط اللي هو هلو اي نيد اي دو هاتوا خدوا خلاص خلاص خلص الموضوع هو اهم حاجه ان انت فاهم احنا بنتكلم في ايه فاهم احنا عايزين ايه فبقيه الشركات كلها جت بنفس الطريقه يعني بي ام لما بعتولي هم ما بعتوليش على الانستجرام هم نفس البريف بنفس توضيح البادجت بنفس كل حاجه بنفس لا بتاع بي ام كانوا محددين الوقت ان هو ما فيش هزار في الوقت عشان كان نازل التصميم هم كانوا 3 تصميمات والمفروض ينزلوا بمقاس معين ولازم اخر تصميم يكون جاهز عشان هينزل نيو في ميعاد معين قبل راس يوم راس السنه حلو فكان نازل ده لازم ما فيهوش هزار فاللي هو انا حتى يعني كان كلامي معاهم انا ما كنتش عارف ان هم بي ام ايه هم بيبعتوا لك دايركتلي صح دول جابوا الايميل بتاعي عن طريق الانستغرام عندي انا بحط الايميلات بتاعتي ولقيت ببعت ايميل مكتوب كده اسلام اكس بي ام دبليو فالايميل جاي لي اصلا انا فاهم ده هزار ولا ايه وتاكد من الايميلات ده بجد ولا هزار مش عارف ايه فاحنا عايزين نعمل معاك ميتنج فقبل الميتنج اوكي تمام ما عنديش مشكله فقال لي طب احنا هنبعت لك اندي الاول قبل ما نتكلم في اي حاجه فاول ما دخلنا الميتنج ما تكلموش في اي حاجه ولا انا عارف انهي بي ام ولا انا هعمل ايه اصلا لحد ما اسلام انت مضيت الاندي ايه طب استنى هشيك على الايميل فشيك على الايميل طب بدا نقدر نتكلم نقدر نتكلم اوكي فانا كان من ضمن كلامي ان هو هو انهي بي ام يعني انا مش عارف بي ام دبليو ايه لان انا بالنسبه لي الموضوع ولا عربيات ولا انهي دوله انهي يعني هو انهي ريجن يعني ام اي ولا في ايه بالظبط في انهي ريجن بالظبط عشان خاطر ابتدي اعرف اتكلم انا صح فين الكلام على ايه لان انا عمال اتكلم في التصميمات طب فبقول له طب انتوا عايزين الشكل المباني يبقى عامل ازاي اللي هيبقى موجود في التصميم
لان هم بعتين لي ريفرنس بعتين لي كل حاجه برضو. بس انا عايز اعرف دلوقتي انت التفاصيل بتاعتك انت المباني يعني انت دلوقتي هتنزله في اوروبا فالمباني مختلفه، هتنزله في ميدل ايست فالمباني مختلفه، فهتنزله في امريكا مباني مختلفه. فواحد راح قال لي جاست بي ام دبليو فانا هو في اي حته يعني هو ده جلوبال بقى مش فارق. اوكي فبقول له يعني اكونت جلوبال ده الاكونت الاساسي بتاع بي ام دبليو مش هينزل في اي حاجه لا بعد لا. فانا حسيت ان هو فاهم اللي هو طب ايه في الكاميرا بقى شويه طب انا مش هلاقي بي ام اكس اكس راكبه تحت يعني طب افهم بس ايه اللي بيحصل. فكان بالنسبه لي الموضوع حلو طبعا بس انا كنت مصدوم مش فاهم. طب ايوه ما انت عشان بتتعامل مع ليفل احنا مش متعودين عليه في العادي فده في الاول طبعا كله شوك ورا الثانيه بس شوكات حلوه صراحه يعني بالظبط. هو الشركات الشركات كلها يعني هم بيكلموك بطريقه كويسه ومش فارق معاهم انت ايه. أيوة مش فارق معاهم خالص معاه فلوس يا باشا لان معاه فلوس مؤدب عادي يعني هيكلمك وحش ليه يعني. بس انت لا اصل بتيجي عليك مرحله ساعات ان هو مصري في في دول بتحصل كده بيحصل ساعات ماشي ما دي فهم. دي لا دي اعتقد بتيجي لو هو في دوله جنبك عشان بينكم جيران او حاجه ففي او بالنسبه الحتة له دي شوية موجود. بالنسبه له بيبقى موضوع يعني ايه ان هو انا ممكن ادفع مثلا في ارقام في حته ثانيه عادي لكن مصري ما ادلوش ده كله يعني. هو في في ناس تفكيرها كده في للاسف ناس تفكيرها ايوه ماشي ماشي. هو في ناس تانية لا هو مش فارق معاه. فالحته اللي انا بقولك عليها ان هم الشركات التانية دي هم بيكلموا في حته تانية خالص لحد ما جالي بقى هو مش باصص لك اصلا انت مين ولا ايه ولا بتاع. انا شايف الارت ده انا عايزه هو ولا بالظبط ولا فارق معاه انت يعني بتعمل ايه بتعمل ايه بتمشي على الحيطه مش شغلتك هو يعني فاهم يعني ولا فاهم اسمك و مش مهم مش فاهم معاك مش مهم. هو انا اهم حاجه دي حاجه ظريفه على فكره انا عايز بالظبط. فدي كانت حاجه اصلا مخوفاني فاهم لان اوقات كتير انت بتبقى من جواك من كتر الحاجات اللي بتحصل حواليك بسبب مثلا اضطهادات معينه في حته معينه مش عارف ايه كان ده كله فانت بتحس ان هو انا قليل هتدوس عليا انا في حاجه هتدوس عليا فدول كلهم انا ما بعتلهمش يعني انا ما بعتش لاي شركه يعني لحد ما جالي دي اتش ال المانيا برضو كان الموضوع لذيذ جدا يعني الموضوع كان معهم حلو لانهم هم كانوا بيتعاملوا معايا على اساس ان هو لا احنا هنعمل ميرش بقى في لبس هيتعمل بنفس التصميم وهيتوزع واسمك هيتحط في الويب سايت عندنا فالميتنج كان كبير جدا وكان التيم اللي موجود في الميتنج كان خرافي يعني الايجنسي اللي ماسكه الشغل بتاعهم وتيم من دي اتش ال فالموضوع كان الشركات دي كلهم عندهم ايجنسي وتيم كلهم بيناقش الارت بتاعهم في اي حته كلهم يعني كلهم ده الطبيعي بالظبط. فهو كان هو كان بيتكلم معايا ان هو يعني انت في الاخر بتتعامل مع ارت دايركتور برده فاهم وعنده بالظبط ده حاجه عظيمه جدا يعني تتعاملش مع صاحب المطبعه ولا تتعامل مع صاحب الورشه ولا تتعامل مع صاحب المصنع هو بيبقى التيم موجود انت ده موجود هنا وده موجود هنا ده بيقول انا عايز ايه وده بيقول انا عايز ايه كويس. وبس الموضوع مع دي اتش ال كان الموضوع مختلف شويه لان هم اعمل اللي انت عايزه يعني اعمل اللي انت شايفه كونسيبت تاني احنا عايزين حاجه بتعبر عن البيئه والحفاظ على البيئه وكان ده كله. دي اتش ال دلوقتي بتستخدم العربيات بتاعتها الفان بتاعتها من غير بنزين من غير بنزين كلها كهرباء فاحنا بس عايزين نحط العربيات ما البطاريه لسه دي بتبوظ البيئه برضه عنديها بتتشحن فان هو احنا عايزين نستخدم ده فهو فانا الكونسبت جالي وانا قاعد معاهم اللي هو طب ايه رايكم نعمل كذا وانا بوكس مش عارف ايه لان انا بالنسبه لي دي اتش ال ده سعاده يعني انت اول ما بتيجي تشوف الراجل بتاع دي اتش ال اللي جاي لك فانت كنت طالب حاجه نفسك فيها فانت اول ما بتيجي تشوف اللوجو بتاعهم او الحاجه الصفراء العربيه الصفراء بتاعتهم بتبقى بالنسبه لك مبسوط صح. فانت اول ما بتيجي تشوف دي اتش ال انت بتبقى مبسوط حاجتي جت عندي سؤال كمان في التعديلات او في وسط الشغل مين اللي بياخد القرار النهائي؟ يعني احنا هنا بحكم العاده في الشغل اللي هنا انت عارف يعني مثلا يقول لك انا ارت دايركتور وانا مستشار الفني وانا 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 وانا, وأنا وبعد ما تقعدوا تعملوا تعديلات قد كده طب استنى هوريها لصاحب الشركه. لا هناك ما فيش صاحب شركه هو اللي هو الارت دايركتور اللي معاك مباشره هو اللي بيديك الفاينل ديسيجن بس هو انا وده بيوفر عليك هاسل كتير طبعا هو على حسب الاسئله اللي بتسالها من الاول يعني في شركات انت بتبقى بتسال خلاص من كتر ما انت اتعاملت مع كذا شركه فانت واخد على الريتم بتاعهم بالظبط بتسال مساله معينه بس بنسبه كبيره ما بيبقاش في تعديلات يعني ما حصلش معايا تعديلات في الكام شركه انا اشتغلت معاهم ما حصلش تعديلات حلو كان كل حاجه حتى لو هو يعني حتى في دي اتش ال قال لك انت اللي هتطلع الكونسبت انت طلع الكونسبت وهو موافق عليه هو موافق على الكونسبت وافق من الدرافت الاولاني من قبل ما الريندر اصلا كان يخلص الله سلام ف
فانا شرحت له كل حاجه على بسكتش كده بسيط ان هو العربيه هتيجي تتحرك هيحصل كذا. انا بغل دلوقتي على فكره بس كمل. انا بحقد عليك بس العربيه هيحصل فيها كذا مش عارف ايه هنعمل كذا والكونسبت كذا والكاميرا تتحرك. انا يعني شرحت له كل حاجه. طب دي واخداني النقطه كده انا يعني عايز اركز عليها عشان تبقى واضحه للناس. الناس دي بتجي لك عشان شغلك انت بالظبط. بالظبط صح بالزبط. هو مش عايز رسام 3D, هو مش عايز رسام اصلا, هو عايز الارت ده, فهو عايز اللي بيعمل الارت ده بالظبط. عشان كده هو واثق فيك او هو موافق على اي كونسبت انت هتعمله. بس نسبيا كده بالنسبه كبيره هو اهم حاجه انت بتحافظ على البراند نفسه كلوجو. طبعا انت بتحافظ على شكله هو بالزبط. بس بتحط ستايلك باضافتك انت بتاعته. ايوه ده تقريبا اللي انا فاهمه ده مظبوط. فده ممكن يبقى مختلف في حاله تانية, ان لو واحد مثلا انت رحت قدمت على وظيفه كانك رسام 3D او بتاع او ايا كان المسمى بتاعك, فانت في الحاله دي هتنفذ متطلبات الراجل ده هو بالنص. بالظبط دي حاجه ودي حاجه, دي حاجه ودي حاجه. فانت دلوقتي بقيت زي ما بتقولوا بقيت انت البراند بتاع نفسك, يعني انت بقيت براند. فانا عارف ان انا ما هروح هاخد من البراند ده, هاخد منه اللي هاخد الفايب ده. بالظبط صح. ده كده ده كده الواقع, ده اللي بيحصل بالظبط. فده ده حصل لك عشان انت وصلت الليفل معين. هو ده حصل انا لان انا استمريت على ليه بقول لي ده حصل ليه يعني. هو ده السؤال. هو الفكره كلها ان هو انا لما جيت بدات اشتغل في التصميمات بالطريقه دي اللي هو الحاجات اللي بولي شويه اللي دمها خفيف او كده بزاويه معينه بطريقه معينه واستمرت عليها شويه وبدات اطور فيها بدات اكبر فيها شويه. فبالنسبه لهم ده ستايل دمه خفيف, وهم بيخش يشوف الاكونت عندك بيخش يشوف الاكشن يعني الناس عملت ايه او الناس رد فعلها ايه. طيب. هل في ناس بتقول لا مش حلو, هل في ناس بتقول ايه ده سخيف او مش عارف ايه. الكومنتات اللي موجوده بتفرق. عندك ايه اللي بيحصل فيه وكم واحد عملها شير وكم واحد عملها لايك وكم واحد عملها فيتشر او كم او اكونتات تانية نزلت. يعني دلوقتي في الحته دي ان انت زي ما بيقولوا في ناس كتير عندها نظريه ان اللايكات ما بتفرقش, ان السوشيال ميديا بريزنس بتاعك مش شرط يبقى ليه لازمه اصلا. موضوع اللايكات او موضوع الشخص نفسه اللي بيشوف التصميمات بتاعتك او بيشوف الاكونت بتاعك, هو انت بالنسبه له صوره على اكونت. فهو لما بيجي يخش يشوف الاكونت بتاعك هو بيتفرج عليك شكلك عامل ازاي, ايه اللي انت كاتبه, تفكيرك, الويب سايت بتاعك شكله عامل ازاي, الاكونت بتاعك اسمه ايه, الايميل بتاعك شكله عامل ازاي, بترد على الناس ازاي, الكابشن اللي انت بتكتبه تحت البوست بتاعك او الكلام ده كله, الستوري اللي انت بتنزلها, هو بيخش يحكم عليك بشكل ان هو ما شافكش فعليا. لا انا بتكلم على حاجه ثانيه. الموضوع اللايكات وموضوع الكلام ده كله هو ده كله عامل بيكمل. لان انا فاهمك على حاجه, اغلب الناس اللي بتعمل فيتشر للشغل عندي مثلا او لاي حد او بينزله مثلا في ويب سايت او بينزله عنده او الكلام ده كله, هو دخل عندي او البوست بتاعي طلع له في الاكسبلور مثلا بتاع الانستغرام. اوكي فهو شايف ان البوست ده جايب انجيجمنت عالي او جايب ريتش عالي قوي. اوكي فهو عايز يعمل ده عنده, عايز يشوف ده عنده. فبالتالي انت طلعت في حته هو عايز يبقى زيها, فهو بيروح واخد الشغل بتاعك منزله عنده لانه عايز نفس الانجيجمنت ده. بالذات لو هو عنده عدد فولورز اكتر منك فهو بالتالي هيبقى اسهل ليه ان هو يجيب انجيجمنت. صح. فهو بيبقى عايز ويب سايت, الويب سايت عنده الناس تخش عليه فيبتدي يحط حاجات من دي ويبتدي يشيرها في حته ثانيه, او ان هو بينزل نفس البوست عندي بينزله عنده فليه لانه عايز نفس اللي بيحصل ده. في اكونتات كبيره بتعمل كده. فاللايك مش 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 مقياس, هو بيفرق. بس هو ليه لازمه, هو بيفرق بيفرق انت تتشاف. انا اصلا فكره ان يعني انا بقالي فتره ما بنزلش حاجه على السوشيال ميديا نوع من ايه الزهق, يعني زهقت شويه لان انا برضو عندي الاكونتات ملخبطه والدنيا مش زي ما انا متخيله المفروض تبقى يعني. بس في ناس برضو لسه متبنيه نظريه ان انت اصلا سيبك من السوشيال ميديا كلها, فانا بقول ان ده غلط. يعني مش كله يعني في ناس هو مش فارق معاه السوشيال ميديا لان هو بيحكم اللي هو انا شغلي كده وكده بيجي لي من حته تانية. صح. فهمني؟ فده لو بيحصل لك تمام خلاص. ما تحطش على السوشيال ميديا ملهاش لازمه عندك, لكن انت ما عندكش حته تانية. يعني في ناس بتنزل على ارت ستيشن, في ناس بيجي لها شغل على بيهانس, في ناس بتشتغل. صح. فهو على حسب انت بيجي لك شغل منين فانت اكبر فيه, مفيش اي مشكله. انا بالنسبه لي انا كنت بادئ حاجه جديده ومفيش اصلا حاجه انزل فيها. فاهم خالص. تمام. انا بدات بحاجه جديده وما عنديش اكونتات انزل عليها اللي هي كويس عليها ناس كتير. بس اختصارا او تبسيطا للحته دي, اللي انت عملته انت نزلت بوستات فبدا يحصل ريتش, بدا يحصل انجيجمنت, فانت بتعمل شغل ببلاش عشان بس تكبر ده. بالزبط. يعني بتدي مجهود من لكل يوم من حياتك انك تطلع بوست كل مره في الاسبوع بتطلع بوست لازم وهكذا 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 وهكذا. بقالي دلوقتي سنتين ونص بعمل كده. فده بالتالي وصل عدد معين من الفولورز والانجيجمنت
وانت عرفت تحافظ عليه بطريقه انت طبعا هتقولها لنا يعني ازاي. أوكي. بس انت وصلت لده، فلما وصلت لده بقيت تارجت لنوع معين من الشركات هم عايزين يستفيدوا بنفس قدر الاستفاده اللي انت بتاخدها من السوشيال ميديا. بالظبط بالظبط، لان هو بيبقى شايف ان دي الفايده اللي ممكن تطلع عليك من السوشيال ميديا لو انت اهتميت بيها، لو انت مهتم بيها. لان انت يعني هو اللايك او الكلام ده كله في ناس بتقيسها اللي هو ايه، ان انا مش مقياس عندي ان الشغل بتاعي يبقى حلو فانا عندي لايكات كتير. ماشي. فهو يعني لو جاله لايكات قليله ايه ده، الناس مش عاجبها شغلي. في ناس بتفكر كده. ماشي. ما هو نسبيا هو مش هو مش بنسبه كبيره بيحصل ده، يعني في ان انت لا انت اصلا ممكن تكون منزل البوست في وقت غلط او ما عندكش اصلا. ماشي. بس دي عوامل من بس في عوامل تانية مثلا ما تبقى انت مثلا فكره في دماغك بس هي في الحقيقه مش ابيلينج للناس وانت مصر عليها، فعشان كده الناس بتبعد عنها وما تحطش لايك. فانت لازم تغير. لازم يعني ده طبيعي. الناس هم فعلا مقياس، خصوصا لو انت موجه الحاجه دي لناس مش بروفيشنال. يعني احنا كبروفيشنال ممكن ما نعملش لايك لبعض اصلا، احنا عارفين اللي فيه. اوكي. بس الناس اليوزر العادي هو بالنسبه له حاجه تعجبه. ما هو بالظبط انت هو عايز يشوف، عايز ينبسط. هو انا عجبتني قوي. الله خلاص. الله حلوه الفكره، حلوه مش عارف ايه بس كده. فده المقياس ان انت لسه مش ظابط او ما وصلتش للشخص الصح. بالظبط. بالظبط. هو انا بس انا كان بالنسبه لي ان هو الاكونت عندي كنت عايزه يكبر بطريقه معينه، والناس انترستد بالحاجات بتاعتي، وانا مش هدفع فلوس في الاكونت بتاعي خالص. انا كل اللي عايزه ان هو اورجانيك. فازاي بقى؟ فانا لازم اخش اشوف حل. فبالنسبه فالفيتشر اللي كان بيجي لي من شركات من اكونتات تانية كبيره مثلا، يعني ممكن تلاقي شركه اكونت مثلا عليه مليون منزل شغلك وعامل لك تاج او منزل. فده كان بيفرق معايا. بس ده بيحصل ليه؟ بيحصل عشان خاطر هو شاف البوست مثلا طلع في الاكسبلور. ماشي. ناس كتير شغلته. ماشي. او مثلا في حد عمل لي فيتشر فهو جاب عنده انجيجمنت فهو خد الفيتشر من الفيتشر. وهكذا. ماشي. انا قصدي برده حته ان كواليتي الشغل هو اللي في الاساس الكونسبت كله. بالظبط. الكونسبت كله يعني انت لازم تطلع كواليتي معينه عشان تبدا تحتك بالناس دي. بالظبط. يعني هما مثلا بيشوفوا في الاكسبلور مثلا 1000 صوره في اليوم. بس لو انت في الرانك اللي فوق معناها ان هي اتشافت اكتر واحده، اتشافت اكتر فتعملها لايك اكتر فعجبت ناس اكتر، فانا عايز نفس ده يحصل عندي زي ما حصل عندي. بالظبط كده، لان هو عنده اودينس اكتر. ماشي. ده كان بيحصل برضو في دريبل. يعني دريبل كان بالنسبة لي برضو نفس الوقت. انا بكره دريبل ده من كل قلبي. لا انا دريبل انا بحبه الصراحة، يعني بالنسبة لي الناس اللي عليه انت مش هتعرف توصل لهم من حتة تانية. ومين اللي عليه دريبل؟ الناس اللي من روسيا والناس اللي في اسيا كلها. ماشي. لان الناس دي يعني مثلا الناس اللي في اسيا كلها اغلبيتها ما عندهاش انستجرام، فهم بيخش على دريبل. فهو لو عايز يهاير حد بيخش يجيبه من دريبل، او بيخش يشوف الشغل من دريبل، او بيخش يشوف الكوكب بقيه الكوكب بيتكلم في ايه او بيقول ايه. فبتلاقي اغلب الناس اللي بتجيلي اصلا لان انا رابط دريبل عندي بجوجل. فبيجيب لي مين الاونلاين عندي دلوقتي على البيج بتاعتي على دريبل نفسها. وبيجيب يعني لي هم فين. يعني انت عارف مين اللي قاعد بيتفرج كم عندك، كم واحد دلوقتي على البيج عندي دلوقتي حاليا موجود ومنين. اوكي. ودي بفلوس دي ولا لا؟ ببلاش. هو الاكونت بتاعك لازم تربطه، يعني الاكونت بتاعك برو، بتعمل اكونت برو. بتدفع مبلغ معين لدريبل في السنه او باشتراك شهري. اوكي. وبتروح رابطه بجوجل، بجوجل اناليتكس موجود عندك، بتربطه عليه، بيديك كود كده بتروح حاطه، بيعمل تراكنج للبيج نفسها. وبيجيب لك مثلا ان في واحد عندك في صفحه ماكدونالدز، في واحد تاني عندك في صفحه كذا، واللي فاتح صفحه ماكدونالدز ده من سنغافوره والتاني ده من اسيا، من سوري من الصين. او من روسيا او مش عارف ايه الكلام ده كله. فبتبقى عارف الناس اللي جايلك دي جايلك منين، والوقت الوقت بتاعهم امتى، بيقعدوا امتى اصلا، فرق التوقيت. لان هم اكيد ليهم بيك كده هتحس بيه ان هم قاعدين في الكام ساعه دول ما خلصين شغل وقاعدين، فهم دول الساعتين بتوعهم. اوكي. فانا بتجنب الوقت اللي انا بنزل فيه في دريبل عموما، الوقت مثلا يوم السبت ويوم الاحد ان هم بيبقوا اجازه بيتاخدوا. مش هنفتح بنزل يوم الجمعه مثلا، بنزل يوم الاثنين وهكذا. فابتدي بقعد، كنت بقعد اشوف اكتر. انت مذاكر بقى انت يعني. انا قاعد هجيبكم. قاعد. هو انا كنت عايز افهم دريبل بيشتغل ازاي، ودريبل ملوش توتوريال، ملوش حاجات تشرح. كل الناس تقول لك ازاي تجيب ال1000 في انستغرام، ازاي تجيب ال10000 في انستغرام، بس مفيش حد بيشرح دريبل. دريبل طبعا ما حدش يعرف دريبل كتير اصلا. دريبل لا، دريبل معروف بره، فاهم؟ الناس اللي عندي في الكوميونتي بتاعنا هنا يعني، ما هو في الكوميونتي بتاعنا للاسف في مصر. بره مهتمين بيه جدا جدا. اوكي. لان بص، الكلاينت اللي هيجي لك من دريبل كون ان هو عارف دريبل نفسها فهو حد فاهم، فمش هيتعبك. ماشي.
فاهم؟ بعكس كل الناس عارفه بيهانس او ناس كتير عارفه بيهانس. فممكن يجي لك يوزر هو واحد عادي في الشارع اصلا ملوش علاقه بال ممكن يقول لك التصميم ده بكام فاهم. لكن التاني بتلاقيه باعت لك مسج كده كبيره، اسلام انا شفت شغلك وعجبني الاكونت بتاعك وعجبني. تعمل ناس برو اكتر من هو فاهم هو عايز ايه. فانت بتتعامل مع ناس هي اوريدي عندها اكونت على دريبل. فاهم؟ وحتى لما الناس بتدي كومنتات على شغلك هم ناس فاهمه او ناس عارفه او ناس شايفت كتير. ايوه هو على دريبل نفسه. فالمتامك قياس اعلى اصلا فالسكيل بيبقى مختلف شويه، وبالذات ان دريبل اصلا بانفيتيشن، يعني انت بتخش عليه بانفيتيشن. فانا كنت بخش اشوف اغلب الاكونت عندي الناس بتيجي منين عشان اعرف الوقت بتاعهم، واشوف الوقت بتاعهم انا هينزل امتى عشان ابتدي انزل البوست بتاعي. وعلى اساسها ابتدي احدد الحاجات دي بتاعتي. فدريبل بالنسبه لي كان ان هو لازم انا عايز اطلع في الهوم بيج، عايز افتح او ما تيجي تفتح دريبل كده تلاقي شغل. فدي كانت بالنسبه لي لازم يعني ان شاء الله يعني الحمد لله وصلت لها ويوم لقيت البوست طالع. حلو جدا. فدي كانت بالنسبه لي حلوه، يعني جابت لي انجيجمنت كويس وبدات اتشاف اكتر. حلو جدا. بس فانا اللي بسعى عليه مش اللي هو كام لايك، انت ممكن تشتري لايكات، ممكن تدفع اعلانات، ممكن تجيب ايه فهيجي لك لايكات. انا كل اللي بسعى عليه ان هو انا اتشاف اكتر للناس فاهمه او ناس حابه الحاجات اللي انا بعملها. يعني انت عندك تارجت اودينس مش مجرد لايكات وخلاص. مش هتمشي كده فاهم. مش هتيجي كده. لو انا عايز لايكات وخلاص هدفع فلوس. هدفع فلوس خلاص. بوست مثلا $10 خلاص جاب لي 1000 لايك اللي انا عايزهم وخلاص. لا انا عايز غرورك بيهم. والسلام عليكم. انا عايز الناس اللي هي هو دخل شايف الاكونت وعجبه الاكونت فعمل لي فولو. ماشي. بس ده اللي هيفرق. صح. بالظبط. لان الناس دي هي دي اللي هتفضل متابعاك وهتفضل عماله تشوف شغلك وهتفضل وهكذا. ماشي. بس طيب وقفنا فين؟ كنا وقفنا فين على موضوع الـ 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 الشركات اللي هي بتيجي بتتكلم ازاي او الكلام ده كله. فده كان بالنسبه لي البيب بيجي لي بيحصل كذا 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 كذا. حلو. وبدايتها منين؟ من كان اغلبهم من انستغرام. فهم بيجوا ازاي؟ بيجوا بالطريقه دي. موضوع بقى ان انت مثلا لما تيجي تشتغل 3 دي ديزاينر او الكلام ده كله، انت كنت مثلا بتتكلم ان هو حته ان هو هل هو كويس، هل هو بيجيب فلوس كويسه، هل الكلام ده كله. بص هي حته فرقه بالنسبه لي في التقييمات الماديه او في تقييمات الكارير. يعني انت لو هتبقى بتاع 3 دي الستريشن انت مش شرط تبقى مثلا بتعمل ريج كويس، ومش شرط تبقى بتعرف تموديل الكاركترز كويس. انت ال 3 دي الستريشن انت بتعرف تركب اللي بتعرف تحتاجه عشان تطلع سين كويس. فهل ده ليه كارير بره اللي انت يعني انت الوحيد اللي اعرفه بيبيع 3 دي الستريشن؟ صح. يعني اعتقد كده يعني. ده الوحيد. الباقي كله بيقول لك طب انت عايز تدخل ال 3 دي ليه؟ مثلا هتكمل عشان تخش مثلا شركه جيمز. فانت هتبقى مثلا بتاع انيميتر او بتاع ريج او في ناس بيعملوا ماتيريال بس او بتاع ماتيريال او بتاع او بتاع او بتاع. فانت لاين كارير بالنسبه لي مش التقليدي خالص. يعني هو التقليدي ناس تانية بيعملوا عشان هم اشتغلوا في شركات عشان اشتغلوا في شركات وبيشتغلوا في بايب لاين بتاع اندستري اللي هو انا بيتعمل مطلوب مني اعمل واحد هعمل العين بس بالظبط كده. ده نقدر نقول عليه يعني هو نقدر نقول عليه ده بروفيشنال اكتر يعني فاهم. هو بنسبه كبيره هو شغال في شركه فماشي بطريقه معينه. بالنسبه لي قصه بروفيشنال بالنسبه لي اندستري اكتر. يعني هو اندستري اكتر. لكن 3 دي طبعا ال 3 دي الستريشن مش هوش سهل. يعني هو انك تركب السين والكونسبت ده مش حاجه سهله. شايف السين ازاي؟ هو انا بالنسبه لي كله على بعضه ان انا ممكن السين عندي بيطلع شكله حلو بسبب مثلا حاجات معينه، ان هو ممكن بسبب ان السكيل بتاع الحاجات صح او انت شايفه صح. مفيش حاجه اكبر من حاجه. صح. او الكاميرا موجوده صح. صح. او الاضاءه مريحه. الاضاءه مظبوطه. والتلوين مريح. فانا بالنسبه لي كانت حته الاضاءه عشان انا مثلا كنت بصور قعدت 3 سنين بصور. فكنت عارف. فانت فاهم الضوء اصلا. الكي لايتس الكي لايت بتاعتي واحد قدام اتنين ورا مش عارف ايه. فانا هعرف انور السين ازاي. كل انا عارف انور السين بتاعي فانا عارف اطلع الحاجات بتاعتها شكلها احلى. لان الماتيريال انت ممكن تعمل ماتيريال حلو قوي بس انت نورته غلط فالماتيريال تطلع مخيشه مقرفه. فده كان بالنسبه لي الموضوع ده. موضوع ان حد بيعمل حاجات زي اللي انا بعملها او الكلام ده كله فهو موجود بره. في ناس كتير بره بتعمله. لكن هنا كسوق في ميدل ايست ومصر بعيد شويه. لا هنا مفيش. مفيش اصلا. مفيش حد ان هو بيعمل حاجه كلها من اولها لاخرها.
ككونسبت وك 3 دي وكماتيريال وكلايتنج وكانيميشن وكاصوات وديت تركب اصوات والكلام ده كله. فانا انا انا كنت مع نفسي انا كنت بشوف الاجانب بيعملوا ايه او هو بينزل الحاجه ازاي, كنت بقعد اتفرج عليهم الاكونتات اللي هي عندها ناس كتير او الكلام ده كله, هو بيعمل ايه بالظبط, بيكتب ايه, بيحط ايه, بيتكلم ازاي اصلا, السين بتاعه بيبقى عامل ازاي, ايه اللي ممكن ينفع معايا ما ينفعش معايا الكلام ده كله. فانا كنت بقعد اتفرج اكتر ما يعني انا كل يوم انا حاول اشوف الناس دي بتعمل ايه واتفرج عليها, مش اقلدها, انا اشوف هو بيعمل ايه بس, هو بينزل في قد ايه, بيتكلم مع ناس ازاي. يعني كان بالنسبه لي الحته بتاعت ان هو الاجانب مركزين اكتر انا كنت بحبها, يعني انا بحب الحته دي ان هو مركز اكتر في حاجه معينه, متخصص متخصص في حاجه معينه ومكمل فيها وبيعملها بطريقه حلوه وبيجدد منها بس. ما هي دي حته برضه انا عايز ارغي فيها شويه. انا بعد فتره انا كنت بتفرج على البروفايل بتاعك, انا حفظت الريتم. فانا بيني وبين نفسي يعني انا بطريقه تفكيري العاديه قلت ايه, خلاص اسلام لو فضل في الريتم ده هو هيبدا بدل ما السكيل كده هيبدا السكيل ايه ينزل لان خلاص الناس هتزهق, لان انا نفسي بدات احس ايه, لا الحاجه بتتكرر, الحاجه بتتكرر, انت لازم تغير. انا كنت حاسس من جوايا كده. فقلت انت ما فيش قدامك دلوقتي غير حلين, ده بالنسبه لي, يا اما تبدا تعمل كونسبت جديد وتعمل حاجه من يعني تبدا تاخد طريق جديد او تطور ده. فانا قلت مثلا ايه, هضيف الانيميشن مثلا, يعني انا اتوقعت انك لازم هضيف الانيميشن. فانا بعديها بثلاث ايام انت ايه كنت ايه رازعني انيميشن او كنت بدات تشتغل فيه, فانا قلت ماشي تمام هو يعمل كده. الانيميشن برده بعد فتره حسيت ان هو بيتغير. طب بعد كده لقيت ساوند افكت, فانا بدات احس انك بدات تعمل بدل سين ثابت بدات تعمل جزء من قصه اللي هو سين يتشاف او سين يتشاف. فيتشاف ده بقى بيتشاف وبيتسمع ولو في حدوته في ستوري تيلينج, ده هو ده الابجريد اللي انا حسيت ان هو هو ده المطلوب, هو ده اللي هيظبط معاك, هو ده بالظبط. بس انا لو كنت مكانك انا اعتقد ان انا كنت هقول الناس زهقت, وحتى لو ده مش حاسس ان هي تبقى الاضافه الصح, وكنت هبتدي احود وابوظ الاكونت زي ما انا طبيعتي يعني زي ما كلنا اغلب السوق بيعمل كده. فقول لي انت ليه فضلت يعني فضلت ازاي كونسيستنت نفس الحاجه حافظت على الريتم وازاي فضلت تطلع افكار كل ده؟ هو بص في حاجات بتبقى يعني موضوع الافكار هي بالنسبه لي يعني ممكن تجي لي مثلا وانا في السوبر ماركت شفت حاجه معينه ماشي, وانا ليه حتتين حلوين كده بجيب منهم الافكار بس مثلاً. بعد شويه خلاص بنشف يعني بنشف, ده طبيعي. لا هو يعني طول ما انت بتتفرج كتير كل شويه ما هيطلع لك حاجه, يعني تكون ما انت عملت تتفرج. أوكي. انا بتفرج ماشي انا فهم؟ ممكن اتفرجت النهارده وانا انت مثلا بتنزل كام بوست في الاسبوع؟ انا كنت بنزل واحد دلوقتي بقيت بنزل اثنين بعد كده بقيت بنزل ثلاثه وهكذا. ماشي انا ممكن لو في اسبوع اوف بتعمل ايه؟ لا بحاول بفضل افرق. بتعمل ايه بقى في الفرق؟ بقعد اتفرج بقى على السكتشات بتاعت القديمه, الحاجات اللي عجبت الناس القديمه, برتب البوستات. ده مش ستريس يا معلم, ده مش ستريس على فوق. لا خالص, انا بالنسبه لي الموضوع انا مبسوط بده, يعني بوصل مرحله انا مبسوط باللي انا بعمله. ايوه طب ما انا بحب يعني انا بحب اعمل كوميكس للاطفال. فانا ما بيبقاش عندي فكره, انا مجرد ان انا بقعد افكر ما بيبقاش عايز حد من العيال يكلمني حتى, ببقى انا في ستريس يعني, ده بالنسبه لي ستريس بقعد افكر في الفكره. لا خالص انا اصل انا بيبقى عندي في الطبيعي برسم حاجات كتير ومسجل فويس نوت كتير, يعني بيبقى عندي فويس نوت كده مسجلها مع نفسي. ماشي. فكره جت في دماغي وانا في العربيه بروح اسجل اعمل كذا كذا كذا, او ان انا ارسمها على الايباد عندي, او ان هو مثلا بروح جايب البوستات بتاعتي كلها رصصها ورا بعض واقعد اقلب فيها واشوف ايه اللي ممكن يطلع غير ده, ممكن حاجه ميكس حاجه مع حاجه فتطلع حاجه ثانيه. حلو. بس اللي انت بتقوله ده تقريبا وصفه ازاي تفك الارت بلوك. بس بالظبط واقعد اتفرج بجد, انا بقعد اتفرج كتير. يعني انا بالنسبه لي يعني انا الجهاز اللي انا قلت لك المره اللي فاتت, انا الجهاز اللي عندي معلوش سوشيال ميديا اصلا خالص, معلوش اي حاجه, معلوش فيسبوك, معلوش انستجرام, معلوش الايميل واحد حتى كمان اللي هو انا عشان مفيش ديستراكشن. بس فانا اصلا قاعد بتفرج بس, يعني هو مين عمل ايه جديد, في ايه جديد نزل في البرنامج, مش عارف مثلا عامل سبسكرايب مثلا لحاجه على اليوتيوب مثلا بيتكلموا على حاجات لبلندر, ايه ده بلندر زاويه كذا, طب مش عارف ايه, طب انا اخش اجربها وهكذا. فبقعد اتفرج كتير, ولما ما بلاقيش حاجه انزلها بقعد ادور بقى ايه في الحاجات القديمه اللي كانت عندي دفاتر بقى بالظبط, اقعد ادور بقى في ايه اللي كان موجود, ايه اللي كان ناقص, او في حاجه كنت انا اعملها وقفت, طب في حاجه ثانيه لو عملتها ممكن اكملها بتطلع بحاجه ثانيه. موضوع ان انا كنت بطور في الحاجات اللي عندي, انا كنت اوريدي عايز اعمل ده بس انا ما كنتش قادر اعمل ده. بس ليه خدت القرار ده, ليه ما خدتش قرار انك تغير الشكل اصلا؟ لا هو فكره تغيير الشكل
بالنسبه لي لما جت يعني كان أيوة في كذا حاجه انا عايز اشرح الحته دي تشرح عشان الناس دي تفهمها كتير كده. يعني انت لو في اكونتات اجانب كتير وتيجي تخش تتفرج عليهم يعني في واحده اسمها لورا مش عارف ايه كده هي بترسم وشوش بس ترسم وشوش بالاسود بس اوكي فدي عندها 300,000 مثلا أوكي. دي ما بتعملش الا كده بس فاهم محدش دخل قال لها انت خلاص احنا زينا انت خلاص عملت ترسم لي بنات بس ترسم لنا بقى مثلا ده طبيعي عندنا جدد بقى يا معلم يعني هو ده الكلمه الطبيعيه ده بقى حلو بره وحش جوه يعني أوكي. حلو بره بص متخصص ازاي بص مركزه ازاي بص مش عارف ايه هنا يا عم خلاص بقى زهقنا ما هو هي ما بتمشيش كده فاهم امال بتمشي ازاي بقى يعني الصح ايه الصح ان انت تركز في الحاجه بس بتوصلش مرحلة الملل انت بتكرر نفسك مرحلة الملل اللي انت يعني انا عملت ماكدونالدز ماكدونالدز شكل مثلا ماكدونالدز نجح فانا افضل اعمل ماكدونالدز بس في فرق بين ان انا افضل اعمل ماكدونالدز بس وان انا اعمل حاجات تانية بنفس الستايل بس مش هو هو اوكي فهمني اوكي فهي بتختلف من كده يعني يعني اختصرها انت بتثبت الستايل بتغير الكومبوننت اللي جوه بالظبط ده اللي انا بوصله بعد كده بطور فيه بطريقه معينه يعني انت اشرح لي ستايلك كده كادر معين انت مثبته ما بيتغيرش زاويه التصوير ثابت في الاغلبيه بتبقى نفس نفس الاتجاه بتاعه وسكيل الحاجه تقريبا هو تقريبا واحد قريب تقريبا من بعض. قريب من بعض. يعني ما فيش حاجه زوم قوي ما فيش حاجه بعيده قوي انت ليك رينج معين كده في 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 كذا طريقه في الطريقه دي وستايل الاضاءه سنه بغير فيه بتغير فيه بس انت يعني لو مود لو مود نهاري انا عارف المود النهار بيبقى عامل ازاي ومود الليل بتاعك عارف عامل ازاي يعني انا عارف طبيعه الوانك يعني الوانك ليها زي باليت كده مهما لعبت فيها هي باليت اسلام خلاص هي واضحه هي باينه بالظبط هي اللي بتغير فيه ايه بقى اللي بغير فيه الفكره نفسها بقى الفكره نفسها اللي جوه الكونسبت اللي كامل والحاجات اللي في الباك جراوند نفسها مثلا ساعات شكل المباني اللي ورا مثلا كانت لوبولي بقت اعلى كانت مش عارف ايه بقت كذا شكل الاسفلت شكل الشجر الشجر بقى بيتحرك الشجر ما بقاش يتحرك الكاميرا بقى بتنزل بقى بتطلع تاني خلاص انا بعمل مثلا تلات صور مثلا صوره الصبح وصوره بالليل وصوره الظهر ايوه اوكي لا طب وانا خلاص اميكس الاثنين كل الثلاثه كلهم مع بعض والمشهد ينور ويطفي بالظبط ماشي طب خلاص كده طب ما الكاميرا بقى بتحبس فكره طب ما انا احرك بقى الحاجه نفسها عشان تدي روح شويه تبين بقى الكونسبت اكتر فخلاص طب بعد كده طب ما ابتدي بقى ايه اعمل مثلا اصوات فابتدي احط اصوات لو احط صوت شجر بس او احط صوت عصافير او مش عارف ايه لا طب ما انا ابتدي احط اصوات زياده وانت الحاجات دي كلها اتعلمتها ما جبتش حد يعملها لا انا كنت بقى مثلا اصحابي حتى الحاجات الفيزيكس اللي هي الكوره اللي بتنزل وبتقعد تخبط وبتاع ده مع نفسي كنت بقعد اجرب ما هو الفكره انت بتشوف بتشتغل كام ساعه في اليوم يا لا انا بنام كام ساعه في اليوم يعني بنام كام ساعه في اليوم يعني ممكن انا هو ده مش صح بس انا بنام حوالي 4 5 ساعات بس وساعات بيبقوا متقسمين ماشي بس فبالنسبه لي انا بشتغل 4 5 ساعات بس وده بنام يعني لا انا ساعات ببقى سايب الجهاز بيعمل رندر وشغال على حاجه انا عارف يا حبيبي بس فاهم فالموضوع بيبقى عباره عن ان انا بطور يعني انا لما جيت بدات اخش ازود احط في اصوات والكلام ده كله دخلت سالت واحد صاحبي اصلا مهندس صوت هو بيجيب الاصوات منين طب هو مش عارف ايه طب انا لو عايز اعمل كذا 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 طب ايه فهو شرح لي قال لي لا لازم تحط ده الاول وبعد كده تشتغل بده الاول والصح اصلا انت بتعمل المزيكا الاول وتسينك عليه وتبني وتبني عليه المشهد بس انت بتشتغل كده عشان خاطر انت بتعمل ده فانت خلاص بتاع الكرتون يعني المغربين بتوع الكرتون بيتكلموا بعد كده يبعتوا لهم للرسامين فيقدروا يعملوا يفيجوالوا الكلام فيبقى فانا بالنسبه لي كان الموضوع لو طب ايوه قال لا ما تحطش المزيكا الاول حط الساوند افكت بتاعت كل حاجه المزيكا دي الحشو المزيكا بقى دي بتبقى في الاخر عشان كباك جراوند عشان تدي بس مود بس مش اكتر بالظبط صح فبدات اعمل حاجات زي دي يعني انت بقى لي مثلا 3 4 شطات اللي هو انا بجرب احط تراك بقى كامل وانت بتسجل انت حاجات لا كلها بجيب انا بقعد ادور انا وانا الفكره في ان انا متخيل السين من قبل ما بيتعمل اوكي فانت يعني بتلملم يعني انت عندك الفيجوال في دماغك الشكل كله بالظبط فانا الاصوات دي هي اللي هتظبط معايا وتبدا تشتغل من بدايه السين اصلا لا هيبقى في شارع هيبقى في مش عارف ايه لا السين ده محتاج عربيات فابتدي اخش اشوف العربيات ابتدي مش عارف ايه المفروض ان مثلا في ناس فانا المفروض مثلا ايه يعني مثلا كان في سين مثلا بتاع نسكافيه اللي هو لسه نازل من كام يوم بتاع نسكافيه مثلا انا كنت عايز اعمل اللي هو ايه في اصوات اللي هو فيها سسبنس شويه اللي هو هي ايه عربيه بتجري فمش عارف ايه فكنت من اول ما عملت السين اصلا كان بتدور على العربيه هتمشي ازاي هتتحرك ازاي وبعد كده مش مشكله بقى اي حاجه والمزيكا انا متخيل انا عايز حاجه فيها عربيه بتجري فالاحساس نفسه بتاع اللي هو ايه بتيجي تشوفها في هايب كده وانت بتتفرج فعربيه تيجي فهتقف هتعمل الصوت فكان بالنسبه لي هو من قبل ما اشتغل اصلا انا عارف متخيل كل حاجه فهو انا بدور انا عايز صوت
الفرامل وهي بتضرب. عايز صوت الكلاكس بتاع الراجل اللي هي مش عارف ايه. صح. الصوت بتاع البنزينة اللي هو مش عارف ايه العدادات وهي بتلف الكلام ده كله. ازنقك. انت خلاص دلوقتي وصلت الليفل انت تقريبا بتعمل فيجوال لمشهد كامل. زهقت. ماذا بعد؟ بعد يعني مثلا بتليني منزل ريل مثلا وانا شغال. اقعد اجرب اصور بقى ابتدي اصور السيت اب عندي. بدات اعمل حاجات تانية اللي هو بنزل اللي انت مثلا لو شفت في بصوت جديده اللي هي الشنطه اللي بتتفتح مش عارف ايه الكلام ده كله. فده كان ده كونسبت كامل اصلا زي بتاع الكيبورد مثلا اللي هو الكيبورد بتعمل زوم على زرار الاسكيب فبيحصل ده. فده مثلا انا كنت جبت الكيبورد عندي كان فيها زرار كده على شكل بطه. فكان كل الناس كل ما اجي اصوره جايب البطه دي منين جايب البطه دي منين. فانا بالنسبه لي طب خلاص انا بقى هبني بلد كونسبت على البطه دي. فده كان مثلا ايه طب لو واحد جيمر هو في الطبيعي لما باجي اشتغل انا متخيل الكاركتر نفسه يعني بقول يعني اوقات كتير ممكن ابوريك مثلا البريف بيبقى ماشي ازاي. انا ببقى كاتب ايه مثلا انا عايز شاب مثلا عنده 20 سنه بيحب اللعب بيحب كول اوف ديوتي بيحب اللون الاسود مثلا بيشرب بيبسي كتير مثلا عنده بلاي ستيشن وبي سي. فانا وانا بشغال ببقى متخيل. فانت كده عامل انت كده عامل كاركتر ديزاين وسين ديزاين ببقى عامل سين على اساس الكاركتر بتاعه. فهو اوضته طبيعي هيدينها اسود ويحط الكيبوردات المنوره والحاجات مش زو مش زو. انا ببقى حاطط تحدي كده اللي هو ايه طب انا عايز حد بيعرف حد بيرسم بيحب الحاجات اللي هي خشب بيحب الزرع مش عارف ايه فتبني الكونسبت على الكام سطر اللي انت كاتبهم. الكام سطر اللي انا كاتبهم ده حلو انت ده حلو ده بيخلي ده ممكن يفك الارت بلوك برده على فكره ده بيبقى حلو ده ده انا يفك الارت بلوك. انا ممكن اخلي الناس يعني في رسامين اعرفهم اصدقائي بيقول لهم ايه ارسم يا جماعه ميكس على بعضه فيقول له مثلا ارسم بطه بتضرب نار اوكي فهمت فهو يفك البلوك ان هي حاجات عمرها ما هتيجي في بالي ان هو مخه ناشف مخه ناشف وبيستغل الناس ان هي ايه تساعده وفي نفس الوقت الناس هتتفرج على الرسمه فايه منفعه متبادله هتنبسط هي كمان. فدي طريقه لفك الارت بلوك يعني انت ممكن تروح لاي حد بره اقول له ارسم ايه ارسم لي حاجتين مش لاقين على بعض يعني خلي لي حاجتين مش لاقين على بعض وابدا اشتغل. دي تقريبا حاجه زيها بس مع نفسي انا بعدين بس مع نفسك يعني مثلا ايه بخش مثلا ايه ده في اكونت مثلا واحد بيصور فاللي بيصور ده بيحب اللون الاحمر مش عارف بيحب كذا فانت بتبني عليه بيحب مثلا اجهزه ماك كلها فانا خلاص دي ماكنتوش بتاعته دي مش عارف ايه بيستخدم كاميرا معينه بالظبط فهو انا خلاص انت كونسبت خلاص كده واضح بالظبط هو ده. فانا بدات اعمل ثلاث حاجات دلوقتي بنزل ريل وبنزل البوست مثلا اللي هو الشنطه او الكيبورد او الكلام ده كله دي بقى بجرب فيها حاجات جديده والحاجات الكونسبت اللي انت متعود عليه بتعمله بتكمل بتبني بالظبط. فبقيت بنزل ثلاث حاجات فدلوقتي بقيتش اتعود على حاجه واحده. اعتقد ان الوقت هو اللي بيخليك تقعد تطلع بافكار جديده يعني حتى لما بتبدا تحس بملل انت بتقعد تفكر فهي بتبقى مراحل يعني ما تشيلش هم ان يجي لك كارت بلوك فاضي لا بدخل دي على دي وارجع تاني اجرب ايه الكلام ده كله يعني حته الزرار دي كانت لذيذه يعني اللي هو بالنسبه لي اللي هو كول اوف ديوتي مثلا انت واحد بيحب الدراع مش عارف ايه الكلام ده وحاطط مثلا بتاعه الفولورز وراه ان هو مثلا بتويتش ومش عارف ايه الحاجات دي كلها فهو بيجي يعمل زوم مثلا اوريدي مش عارف ايه خلاص انت يعني خليت الاحساس بتاع الراجل اللي هو مثلا بتاع الكيبورد ده ان هو بيفصل فهو ده زرار الاسكيب بتاع حياته مثلا كله اللي هو خلاص بيفصل ان هو هيرسم بيفصل ان هو هيلعب بيفصل ان هو يتفرج على فيلم فهو كان الكونسبت كله كده حلو جدا حلو جدا. فده اللي انا بشتغل عليه بشتغل بنفس الطريقه دي برضه عايز اكد على حته الكونسيستنت الاستمراريه في نفس الستايل. قول لي ليه انت شايف ان ده حتى لو هو تفضل يعني شبه هتبقى الحاجات مكرره بس ده مهم جدا للناس وانت كنت تسالي على امثله بتاعت ما هو يعني مثلا في كذا اكونت انا بخش اتفرج عليهم يعني مثلا في واحد بيعمل بس هو سمايلي فيس كده كوره فيها سمايلي فيس لما تيجي تلف تبقى ساد فيس واحد زعلان بقى فهو بيعملها بكذا طريقه بكذا شكل فالراجل ده مثلا شغله دلوقتي بقى موجود في حاجات كتير على مستوى العالم وبقى براند هو الناس بتروح له عشان ده محدش قال له انت تعمل ده ليه زهقنا وموضوع كان في واحد تاني بيرسم دودل كده بيرسم حاجات كده دودل على الحيطان وعلى اللبس فبرضه في ناس ساعات بتزهق بس انت برضو ما تنساش ان في ناس اصلا عامل لك فولو عشان ده فاهم يعني اللي عامل لك فولو او بيخش يشوف شغلك هو عشان عجبه مثلا شغل ماكدونالدز اللي انت عملته فهو انا عاجبني ده فانت لما تيجي تاني يوم الصبح تلاقيك منزل وش واحد او عامل بدات تعمل كاركترات انا مش انترست مش جاي لك مش جاي لك عشان كده فاهم انا مش انا عايز الحاجات اللي انا عامل لك فولو عشانها
عامل بالظبط زي ما يكون واحد كان بيعمل مسلسلات بقى بيعمل مسرحيات. فهو انا انا ما بحبش مسرحيات يا جماعه مش هتفهم. فهو موضوع مختلف. انت خلاص بقى يعني هي الطريقه اللي تبيلد بيها اودينس صح يعني الثبات على حاجه معينه ستايل معين طريقه معينه بس مش تكرار مش نفس الحاجه مش هتقرا بالظبط ان انت تبقى شاطر في ده بدليل ان انا مثلا لما الحمد لله يعني لما الاكونت تجيبي بدا يكبر او بدا يزيد او الكلام ده كله مفيش حد قال بقى خلاص زهقنا مش عارف ايه هو بقى خلاص عارف هيتوقع ايه وما هيتوقعش ايه فما هو بقى بيبص هو ايه ده انت ازاي فكرت فيها كده طب ازاي عملت فيها كده طب مش يعني فاهم احنا عايزين نشوف ده عايزين زي ده عايزينها في الحقيقه تمام فانا اللي كل اللي بعمله دلوقتي ان هو بطور بقى يعني كنت الاول بعملها على فلات لاي مش عارف ايه وباك جراوند ساده ما فيهاش اي حاجه بقت وراها شجر بقت وراها بلد بقت وراها مش عارف ايه فممكن بعد كده تكبر اكتر وبقت بقى وراها قصه تتمشى في المشهد تتمشى الموضوع مش واقف اصلا يعني لو جيت لواحد انت متابعه بيعمل لوجوهات هتقول له خلاص بقى كفايه لوجوهات فاجر هذا مش هينفع صح هي ماشيه يعني الا لو هو بيعمل لوجو مثلا مرسيدس بس خلاص عامل زهقنا من لوجو مرسيدس لكن هو بيعمل لوجوهات بس هو متخصص في اللوجوهات بس واحد متخصص في الدودل بس واحد متخصص مش عارف ايه بس فالموضوع بيبقى مختلف ايوه فانت وشطارتك بقى يعني هي فكره انت انا كان جوايا شكوك انك بعد فتره الناس هتزهق بس انت عرفت تكسر ده يعني انا ده اللي انا عايز اكد عليه واوضحه كذا مره ان برضو خلي عندك فكره اللي هو انا همسك في الستايل بس لازم هطور يعني مش هكرر هطور بس هي دي الحته اللي انا شايف ان هي مختلفه عن كتير جدا الناس في السوق خصوصا في الاكونتات بتاعت السوشيال ميديا بتاعته هو انت كده وكده الافكار مش هتخلص انت كده وكده مش هتخلص بس انت الفكره كلها ان انت تبقى شايف ايه اللي بيحصل مثلا انستجرام قرر ان مفيش فيديوهات مفيش اي حاجه هيبقى ريلز بس وحتى الفيديوهات القديمه اللي موجوده هتتحط في المكان بتاع الريل فانت لازم تعمل ريل فتتصرف بالظبط فاهم فبدات بقى اللي هو الورك سبيس عندي وانا قاعد شغال وانا مش عارف ايه بدات انزل مثلا احط البوستات كلها ورا بعض بطريقه معينه مش عارف ايه عشان تدي منظر زي بتاع الريلز والمقاس بتاعها حتى فالناس بتتفرج فالناس بدات تبقى مبسوطه ايه ده عاجبني ده كان عاجبني اكتر ده مش عارف ايه في حاجات كانت مثلا اللي هي هارودز مثلا كنت عامل تصميم بتاع هارودز اللي هو شكله الاخضر ده كان بالنسبه لي اللي هو ايه ازاي اعمل هارودز اللي هو حاجه لكجري قوي وحاجه براند قوي وحاجه معروفه بره بالطريقه السيمبل والفن بالطريقه اللي هي بس ما تقللش من البراند برده وفي نفس الوقت انت تبقى شايفه ان هو شكله لكجري فبدات تزود حاجات معينه في الاليمنتس نفسها اللي هو ذهبي ما مش كل حاجه ذهبي فهي لكجري ممكن ذهبي بس قلب فلح شويه فلاحين فاهم فانت بقى النمر اللي بيحطوه ده اللون الاخضر بتاعهم شكل الكراسي اللي محطوطه بره شكل التندة اللي موجوده شكل مش عارف ايه فالناس لما جت شافتها انبسطت اللي هو ايه ده هاردز انا عايز هاردز مع ان هاردز عمره مستحيل ما يعمل حاجه زي دي فده بس انت عم ادابتيشن ايوه اللي هو انا ابتدي اعمل حاجه لو هاردز بعت لي هيبقى الشكل عامل ازاي بس طيب ادخل لي على باقي الاسئله يعني الناس بتسالك ايه تاني كتير لا هو موضوع اللي في ناس مثلا بتسال مثلا امكانيات جهازك ايه ما انت اكيد معاك جهاز خزعبلي عشان تعمل كده صح. فهو ما هو مش محتاج ده انت يعني انت مثلا قطعه بتاخد منك وقت شغل قد ايه 4 5 ساعات كشغل لا على حسب هي تتعمل ازاي ماشي. يعني في حاجات مثلا بتبقى مش محتاج مودرنج كتير تمام في حاجات انا بعملها اسيتس اصلا موجوده عندي بس انا ابتدي اغير عليها اوكي بقى عندك اوريدي مكتبه فبت انا بسيف مثلا الدنيا. يعني دلوقتي مش عامل مثلا الماتيريال بتاعت الازاز من اول وجديد مش عامل الماتيريال من الخشب من اول وجديد اخدها شكلها هي موجوده عندي بس بغير عليها بالنسبه لي بيبقى في حاجات معقده شويه في حته ال اسمه ده اللي هو مثلا حاجه ما عملتهاش قبل كده ان هو زي ما اول مره انيميت اول مره تحط اول مره اول مره حرك الكاميرا اول مره مش عارف ايه بالذات الحاجات اللي كنت بتقف قدامي مثلا السيميليشن انت بقى جنب السيميليشن لحد ما تشوفه كذا مره ظبط ما ظبطش ده كان بالنسبه لي فدي اللي ساعات بتبقى تحدي بالنسبه لي فانا في كل تصميم بعمله بتعلم حاجه جديده لازم اتعلم حاجه جديده انا المره دي هعمل قماش فانا لازم اعرف السيميليشن بتاع القماش ماشي ازاي مره ثانيه هعمل الكاميرا مره ثانيه هحرك الشمس من الشمال لليمين وترجع تاني فازاي بتتعمل وما لهاش طريقه اقعد انا اقعد ادعبس كده لحد ما اوصل لها مثلا في حاجات ثانيه مثلا الميه انا مثلا عايز اعمل سيميليشن للميه تبقى لوب بدايتها زي نهايتها هي كل الناس بتشرح بس مش كل الناس بتخليها لوب فانا عايز اخلي الحاجه تتعاد من غير ما تحس
فاقعد ادعبس برضو واروح لحد ما اوصل له. ففي كل مره بتعلم حاجه جديده في كل مره. كله بيبلد على كله. انت كده بقى عندك اكسبيرينس يعني. مش هتتعلم القماش كل مره خلاص, بتتعلمه مره ممكن مره تانية بتعيد وبعد كده خلاص وبعد كده انت اتعود. هي كانت بالظبط يعني, كانت بالنسبه لي مثلا الحته بتاعت الشنطه الاخرانيه اللي هي عشان تقعد تلف بالطريقه اللي كانت بتقعد تلف بيها دي, دي كنت عايز اوصل لها اللي هي ازاي هلف الكيوب بالطريقه دي او ازاي الكيوب يفضل يتلف بالطريقه اللي هي تحصل فيها. فقعدت اجرب كتير فده خد وقت شويه لحد ما عرفت اوصل لها. بس في التصميم عموما لو انا مفيش حاجه هتعلمها وبس كونسبت عندي ممكن نقول 4-5 ساعات. ف كويس في الطبيعي. كويس كويس. طيب اسئله تاني. الحاجات المكرره, الحاجات اللي بتيجي في السوشيال ميديا, الحاجات اللي بتيجي, الحاجات اللي بتيجي في السوشيال ميديا, موضوع الاجهزه اللي هو جهازك ايه جهازك ايه جهازك ايه. فدي كده بالنسبه لي هو مش هيفرق جهازي ايه, هو انت كده وكده انت اصلا بس ابتدي ومواصفات الجهاز وتعلم لما تقف للليميتيشن يا سيدي, بقى ساعتها زود ساعتها هتفهم انت محتاج ايه بالظبط. لان انا ممكن اقول لك جهازي ايه عامل بالظبط, مش هتستخدمه. في ناس كتير تيجي تقول لك انت بتصور بكاميرا ايه او ايه اللينس انت بتستخدمه, هي فكره في الاضاءه. هتلاقي في كومنتات كتير ويجي ناس تصدم اللي هو ايه ده انت بتصور بالتليفون. بس هي الاضاءه هي اللي بتفرق. هي الفكره مش في اللينس, مش فكره مش في الكاميرا, مش فكره مش في الجهاز. هو الفكره كلها ان هو تبقى عارف امكانياتك انت رايحه فين وعلى اساسها تعرف تطلع اي برودكت. لما هتيجي تقف انت خلاص بدات, ما تروحش الجبس, ما تروحش تعطل نفسك او توقف نفسك. بمعنى ان انت ممكن تقول انا عشان اجيب جهاز شغال لي 3D محترم مثلا هيكلف مثلا 30,000 جنيه مثلا. اوكي ايه ده, طب انا مش 30,000 جنيه فانا مش هكمل. لا انا مش هبتدي يا عم, ده مش عارف ايه ده, انا ما اضمنش اصلا كنت هنجح فيه ولا لا, ما اضمنش اصلا كنت هيجي لي كلاينتس ولا لا, ما هو اصلا صح؟ مش معروف. ما هو انفستمنت برضه, ما هو مصرف. فابتدي يعني ابتدي باللي معاك دلوقتي وشوف الدنيا ماشيه ازاي وشوف انت هتقدر تطلع ايه بالامكانيات اللي معاك وكده قيس عليها. بالظبط. في ناس كتير بتبتدي تلاقيها بتصور بالتليفون الاول ما كده ما يحس بقى الدنيا عايزه تتطور, بيجي يا اما يجيب كاميرا على يجيب كاميرا. بس افهم انت محتاج ايه, لان انت ممكن تسال حد تقول له امكانيات جهازك ايه. الفكره مش في التولز يعني, قصدك هي الفكره ان انت تبتدي بس. فاهم انا يعني الموضوع بالنسبه لي اللي هو ابتدي بس يعني شوف الدنيا ماشيه ازاي. اصلا امكانيات جهازك انت لو دخلت على الموقع بتاع بلندر هيقول لك اقل مواصفات للجهاز انت ممكن تشتغل بيها ايه والموضوع خلص. بس هي ما تمشيش كده, مش كل واحد بتمشي بنفس الطريقه. اهم حاجه انت تكمل زي بالظبط اللي هو ايه ده, انا بقالي 6 شهور عمال اظبط الاكونت عندي واحاول اعمل الاكونت عندي وما بيزيدش. هو مش في يوم وليله, ما هو انت لازم تبتدي ترجع تاني تشوف في ايه بقى غلط انت بتعمله بتشوفه مش عارف. طب انت بتشوف غلطات كتير للناس يعني؟ في انا كنت بخش اقول للناس انت منزل البوست غلط. ايوه انت منزل الستوري غلط. ليه عملت كده؟ طب ما جربتش ليه كده؟ طب مش عارف ايه كذا كذا كذا. كنت بخش اقول لهم في باترن مكرر للناس تقدر تجربه في الـ في الـ في الـ في السوشيال ميديا. باترن في الغلطات يعني اغلبهم بينزل البوست ويجري. يعني ايه بينزل؟ يعني بينزل البوست ويمشي, ما بيخشش يرد على الناس. اوكي. والانجيجمنت مهم. لازم بص في ناس بتمشي بطريقه معينه. موضوع لو انت عايز نكمل في الحته دي موضوع السوشيال ميديا عموما بيمشي بطريقه معينه. انا يعني قعدت جربت كتير سنتين فعلا قاعد بجرب. بس اللي انا ممكن اقعد يوم كامل قاعد شغال على 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 حاجه عشان تطلع حلوه عشان اشوفها على الانستجرام هيحصل ايه. انت متخيل يعني انت متخيل ان هو عشان اجرب حاجه جديده في الانستجرام او عشان اجرب فبتعمل لها برودكت مخصوص اقعد اشتغل عشان خاطر استنى الوقت اللي انا هنزل فيه واحط فيه الكابشن بتاعي واحط الهاشتاجز اللي انا عايز اجربها وما تمشيش. اقعد اشتغل تاني واجرب بوست جديد عشان اجرب وهكذا. فاهم؟ فمنها بقى بفشل في 3 دي ولاقي نفسي فشلت في الانستجرام فاجرب تاني. هصحى تاني يوم الصبح اقعد اعمل الاول جديد تاني كل حاجه. فهي كانت بتمشي كده. موضوع الغلطات اللي بتحصل اللي هو بص انستجرام عموما يعني اصل انستجرام ناس كتير بتكرهه يعني, وانا معاهم شويه في الحته. هم بيكرهوه عشان خاطر مثلا الالجوريزم مثلا جم قرروا الصبح هيغيروه. تمام. فانت بتبقى قاعد بتذاكر الالجوريزم ولا بتذاكر ان انت تحسن شغلك؟ انت بتبقى عامل فولو لكذا حد هو بيخش يجيب لك الخلاصه بتاع الحاجات دي. يعني نفس الراجل نفسه بتاع الانستجرام هو لو انت دخلت عملت له فولو هتلاقيه بيقول لك ايه اللي بيحصل. هو بيخش يتكلم الكلمتين ان احنا قررنا نشيل الريلز, قررنا نحط الريلز, قررنا نطول الستوري 60 ثانيه. فانت خلاص فهمت هو هيركز عليه الفتره الجايه. فهمت. كم حاجه بقى كده, كم حد بتعمله فولو على اليوتيوب هو بيخش يشرح كم حاجه اللي بتنزل جديد. انت لو حطيت ستيكر وانت بتنزل الستوري فالانجيجمنت هيعلى شويه. لو عملت ريسيت مش عارف ايه وفي حاجات انت بتجربها
تمام. يعني كان زمان مثلا يقول لك حط ال 30 مثلا هاشتاج في الانستجرام منهم 10 ميديوم و10 لو و10 هاي او 3 هاي و2 مش عارف ايه. دلوقتي بقى كل ده ما بينفعش, بقيت اخرك تحط 10 كله على بعضه وتفكر شخص معين. ما هو بقى كمان في ناس لما تيجي تحط بيحط حاجات غلط, بيحط حاجات مالهاش مش ريليتد اصلا بالبوست بتاعه. ايوه بالظبط. فده مش هيحصل, مش هيعمل اي حاجه, هيخيشك اكتر. مش هي طب لو ما حطيتش خالص هو مش هتوصل لحد. انت عايز توصل لناس تانية. اوكي بص مبدئيا انت عندك هشرح لك حته التيك توك. كان في بنت انا بتابعها رسامه, فبتقول عشان انت انا ظهرت لك فانت كده من التارجت اودينس بتوعي, انا ما بحطش اي هاشتاج. لا هو مش فكره, مش فكره على ايه, على الانستجرام ولا على تيك توك؟ على تيك توك. لا انا ما اعرفش تيك توك ماشي ازاي يعني. انا قصدي ان هو مش نفس النظام يعني. لا هو لو انا مثلا واحد بصور اكل ماشي وطول النهار بصور اكل بس ما بحطش اي هاشتاجز, هو ما عندوش زي الالجوريزم ان هو يحطني مع الناس ان هو يقدر ايدنتيفاي الصوره. في حاجات لا في حاجات مع شبه الحاجات اللي شبهها. بص انت بتسهلها له اكتر. بص في الرسم او في او غير الصور يعني, الصور بيقدر يحدد لكن الرسم او 3 دي هو مش قادر يحددها قوي بنسبه كبيره, وزيت لو فيها انيميشن كمان هو مش قادر يفهم اللي في الصوره ده ايه بنسبه كبيره. يعني هو مش عارف يقرا اوتوماتيك منه لنفسه, فانت بتفهمها له ان اللي انا حاطه ده 3D هو كذا انيميشن, كذا ملعب كوره ومش عارف فريق كذا فريق إيه كذا الكلام ده كله. أوكي. مختصر مفيد 10 هاشتاجات بتشرح له اللي موجود ده فوق ده ايه. اوكي ده منهم. بعد كده بتبتدي انت لازم تختار هاشتاج بطريقه معينه تمشي مع الاكونت بتاعك. يعني الهاشتاج زي انت بتستخدمه وانت عندك 10000 مش نفس الهاشتاج زي انت بتستخدمه وانت عندك 50000. لا انا بتكلم على 60 نفر ما سيبك من فالموضوع بقى مختلف. الفكره في ايه, ان الالجوريزم نفسها مش هتطلع لي شغلي على طول للناس عندي على الول. اوكي حتى لو انت الاكونت بتاعك اكتف بطريقه عشان يعني انت بتبتدي توصل, بتلاقي مثلا انت عندك 10000 بتوصل ل 1000. عشان توصل لبقيه بقى التسعه اللي عندك دول لازم بتبتدي تعمل حاجات تانية, تحارب بقى معاهم عشان تعرف توصل لبقيه ناس تانية. فانت خلاص وصلت لل 10000 اللي عندك هتفضل برضو زي ما انت. اوكي انت عايز توصل لناس تانية. يعني هو مفيش زي كره ثلج كده اللي هو مجرد ما بدات تجيب ارقام كويسه هو هيبدا يعرضني للناس اكتر. مش كله, مش على طول. ما هو تمام بقى, هو ابلكيشن رخم اهو يعني. هو انا مصعب عليك بس انت ما هو انت في كل مره انت بتوصل لحته معينه بتبقى مبسوط باللي بيحصل. لان انت جيت في مره واحده بس لما بتزنق ببقى مزنوق. يعني لو انت عندك 1000 2000 ومش عارف تجيب الخمسه والسته هتفضل مزنوق فيهم فتره طويله. ليه بقى؟ ما هو دلوقتي هو مثلا موضوع زي موضوع الريلز. انت لو جيت نزلت ريل فهمت الناس اللي انا دلوقتي الاكونت بتاعي 2000 وعايز اوصل ل 10000 اوكي مش. فانت بتقول مثلا انا هوصل 10000 دول في 6 شهور. اوكي اوكي فايه اللي بيحصل؟ بتشوف الاكونتات الناس الثانيه اللي بيعملوا نفس الحاجه انت بتعملها بيعملوا ايه. ماشي الاكونتات الثانيه كبيره بتكبر, بتريش العجله يعني بتكبر. فهتلاقيه مثلا منزل ريل بتخش تشوف الاكونت عنده بينزل كل قد ايه, بينزل كل كام بوست في اليوم او كام بوست في الاسبوع ركز معايا. ماشي وتشوف هو بيعمل ايه وبيكتب ايه. يعني في الهاشتاجز تحت بيكتب ايه بالظبط. اوكي فانت هتلاقي نفسك خلاص هو بينزل مثلا 3 ريل مثلا في الاسبوع, يبقى انا هعمل زيه. مش هعمل زيه بنفس الكونسبت, مش هعمل نفس الريل. فتبتدي تخش طبعا هعمل ريل, يبقى الريل ده عشان انزله لازم اختار مثلا المزيكا او الصوت اللي موجود, ما احطش الصوت من عندي, احط الصوت بتاع الانستجرام نفسه. الانستجرام عشان الكوبي رايتس والكلام ده. لا اللي هيحصل ايه, انت لو عملت لايك على 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 ريل معين مثلا بمزيكا معينه مثلا رأفت الهجان اوكي هو اوريدي عارف ان انت حبيت الكونسبت ده, فبعدها بكام ريل تاني هرم يطلع لك نفس الصوت بتاع حد تاني مع حد تاني. عشان انت بتحب المزيكا دي فانا هعرضها لك, انت بتتفاعل معاها فانا هعرضها لك كتير. بالظبط ده اللي هيحصل. فهما بقوا زي ترند يعني, انت ممكن تجيب المزيكا ترند اليومين دول تشتغل عليها. ترند تشتغل عليها تنزل تستخدمها هي من الانستجرام نفسه. اوكي فتلاقي نفسك خلاص مره تلاقي ريل طلع. يعني انت ممكن تلاقي حد مثلا عنده 6000 على الانستجرام وفي ريل عنده جايب 15 مليون. فرقه حاجه فرقعت معاه. بالظبط بتلاقي ضربت معاه. هو بقى بعد كده يبتدي بقى ينزل تاني, جرب تاني, شوف حاجه تانيه تنفع. ايه اللي ينفع مع الناس؟ الناس اللي بتعمل 3D بيعملوا ايه؟ الناس اللي بيعملوا بيصوروا بيعملوا ايه؟ الناس اللي مش عارف بيعملوا ايه؟ وهكذا عشان تبتدي تظبط الدنيا. الفكره في الريل اللي انت لازم مثلا ايه؟ اول 3 ثواني تجيب رجله ان هو يعرف يكمل ل 10 ثواني. صح ده بالنسبه للانستجرام هو واضح ان الكونتنت بتاعك حلو. ايوه هو ما عملش اكزيت وما طلعش ما كركش في الكرران فانت تمام فاهم. وبالذات بقى لو اتعاد تاني وهو لسه بيتفرج عليه ريبيت ليه قيمه كمان فهو يروح عايده. فانت عندك كذا حاجه, السيف والناس اللي شايرته
والناس اللي عملت كومنت. كان الاول الناس اللي عملت لايكات بس، بعد كده الناس اللي كانت بتعمل لايكات وكومنتات، بعد كده الناس اللي بتعمل لايكات وكومنتات وشير، بعد كده الناس اللي بتعمل سيف، والناس اللي بتعيد الفيديو. اه فدول دول انت عايز تتشيك الخمس حاجات دول. الخمس حاجات هم هيجي لوحدهم، تمام، هم هيجي لوحدهم لو انت منزل حاجه مظبوطه في وقتها مظبوط على حسب الاودينس اللي عندك. وبعدها هتلاقي ناس الموضوع بقى اوتوماتيك، اه بقى اسهل بالنسبه لك. فانت بتخش تشوف بقى الناس التانية بتعمل ايه. بس الموضوع اللي انت بتدي تشوف الناس بتحب ايه ما بتحبش ايه، ترند مش عارف ايه الكلام ده كله، هتلاقي نفسك لوحدك بدات تتعود تعمل سيف. مثلا ايه ده الاوديو ده بدا الصوت ده بدا يطلع لي كذا مره، انا هعمله سيف عشان في حاجه في دماغي وانا برسم مش شغال على الصوت ده. فانت اهم حاجه الثلاث ثواني الاولانيين ان هو ما ينزلش. الثلاث ثواني دول جم خلاص، هتلاقي الريل بتاعك بدا يطلع بيطلع بيطلع. يعني هو بالنسبه له اللي بيجري بسرعه ده عامل حاجه ممله او عامل حاجه مش حلوه، فانا مش عايز اقرف اليوزر فانا هطوحه بره، هطلعه على طول، هنزله تحت خلاص مش هيطلع مش هيطلع تاني. مش هيطلع تاني. يعني انا مثلا ممكن بنزل ريل يمكن يقعد مثلا فتره طويله واقف على فيديوهات معينه، ومره واحده الاقيه طلع بارقه بعدها مثلا باسبوعين. اه بس بس المهم ان في الستاندرد المظبوط هو في بقى ان انت علقته في الاول ان هو ايه، في حاجه انت بدات ترسم والناس بتبقى مستنيه عايزه تشوف الريزلت. اوكي مثلا او بدات مثلا بتنحت حاجه بخشب بتعمل ترابيزه والناس عايزه تشوف شكل الترابيزه في الاخر ازاي. اوكي فاهم. الناس عايزين يشوفوا هو انترستد اكتر ان هو يكمل معاك. الناس بتحب ده اللي هو عايز يشوف البدايه والنهايه. فانت شايف حدوته تمام في 10 ثواني 15 ثانيه بالكثير. مرهق قوي الحوار بس لذيذ والله لما بتوصل له. يعني الفكره انت لما بتيجي توصل لمرحله ان انت قادر تفهم اللي بيحصل او قادر تستوعب اللي بيحصل وتركز شويه معاهم، التركيز ده انت ممكن انت نايم بتبتدي تقلب خلاص وصل لك جات لك فكره فخلاص سايب الصوت ده هبعمل حاجه زي هصحى الصبح اصور كام لقطه بطريقه معينه عشان الناس تشوف اللي بيحصل. يعني انا لما جيت مثلا نزلت اللي هو وانا برسم الايباد شكل الكونسبت الاول، بعد كده وانا بعمل موديلنج، بعد كده بركب ماتيريال، بعد كده الريزلتس لما طلعت خلاص الناس بقت مبسوطه. هو ده اللي بيحصل. دي خبره برضو، دي مش هتيجي بين يوم وليله كده. انا ما كنتش اعرف حاجه. يعني انا ما كنتش ولا كنت اعرف حاجه في 3 دي ولا كنت اعرف حاجه في الانستجرام. الانستجرام بتاعي كان 2000 و2000 دول عيلتي ممكن واصحابي القريبين. ايوه هم الكوميونتي الصغير بتاع الموضوع بيبقى يعني استمراريه مع ان انت تجرب كذا مره وتشوف ايه اللي بيحصل. بس هتلاقي نفسك الدنيا بدات تظبط معاك. بعدين انستجرام ببلاش ودريبل ببلاش وبيهانس ببلاش والحاجات دي كلها ببلاش. بس الشغل انا مش ببلاش، انا بقعد بالايام اشتغل فاهم. الجهد الواحد بعد شويه بيحس ان هو بيعزق في ميه، فدي اللي بتتعب. ما هو انت لازم تبقى توصل لمرحله بقى اللي انت تبقى ما يهمكش الجهد، ما يهمكش بقى ده. وتوصل لمرحله اللي انت تبقى بتتعب في الاول. وبعد كده لما انت هتيجي تتعب في الاول هتلاقي نفسك بعد كده الموضوع بقى سهل بالنسبه لك ان انت تصور بسرعه، او سهل بالنسبه لك ان انت تعمل ريل، او ان انت تنزل وانت شغال. هتلاقي نفسك اتعودت على ده. انت مستصعبه في الاول بس بعد كده هيبقى سهل كده. صح صح فاهم. فلا الموضوع لذيذ والله. يعني انا بالنسبه لي ببقى شايف ان هو عندي فرصة. عندي سؤال تاني برضه. دلوقتي انت شغال في بتعمل 3 دي الستريشن تقريبا بتاخد وقت قد وقت انت بتشتغل تاني براندنج وبتشتغل تاني بتصور وبتعمل حاجات دي كلها. بس بقى لما جه حصل مشكله في رقبتي ما بقتش اصور، بطلت التصوير، بقيت اصور عندي في البيت يعني حاجه ثانيه. ماشي. بس انا قصدي ان الكارير بتاعك الطبيعي في البراندنج والكلام ده كله شغال زي ما هو. شغال زي ما انت بتشتغل ده وشغال ده. ما بتفكرش فتره تقول كفايه ده وكمل على ده؟ او انت شايف ان 3 دي الستريشن ممكن يوصل ان هو يبقى حاجه فول تايم على طول طول الوقت؟ موضوع ان انا اكمل يعني سقفه ايه؟ انت متوقع ان سقف ال 3 دي الستريشن ده يبقى هو الفكره في حاجه ان انت بتوصل لمرحله ان بسبب ان انت الشكل الايمج اللي انت عملتها او البراند اللي انت عملته لنفسك او عشان ده كله ان انت ما ينفعش تشتغل بقى في شركه، بتحس ان انت هو في شركات انا مش هعرف اجيبك تشتغل عندي. فاهم؟ صح. لان انت وصلت لليفل معين انا هجيبك تعمل ايه بالظبط، بالذات في شغل مثلا زي ال 3 دي او الكلام ده كله، او ان انت بتعمل حاجه بعيده عن اللي انا بعملها. فانا بالنسبه لي انا بعمل اللي عليا فاهم، لان انا من ساعه ما بدات ما كنتش عارف اصلا ان ده كله هيحصل. فاهم. بس انا اعتقد حاجه زي اللي انت بتعملها دي تناسب اكتر في الريندر العام وفي الاخراج بتاع المشاهد. في كان في كذا حد كلمني ان انا اعمل الباك جراوند بتاعت السينز نفسها بتاعت حاجات انيميشن. انا شايف اوقع الاخراج الفني عموما في كان في ناس دي اعتقد هي اقرب حاجه اللي انت بتعملها، بتخرج كل حاجه وانت شكل نفسه من بره. صح. الموضوع بالنسبه لو جات لك حاجه دي ممكن تكون ممكن لو هي نفس اللي انا بتكلم فيه او اللي انا عارفه هكمل فيها عادي. بس الفكره في ايه، ان انت لما بتيجي تبتدي حاجه انت ما بتبقاش عارف اخرتها ايه.
او بدايتها هي اصلا انا بدات ارسم خلاص انت بتحب الرسم مثلا فانا هتلاقي نفسك بترسم على طول فخلاص انت ما بتعرفش بقى هي رايحه فين او هتكمل ايه انت بتعمل اللي عليك بتعمل عليك في كل حاجه بقى من بدايتها ما انت بتتعلم من انت بتشتغل انت بتنزل الشغل لحد ما تخلص الحاجه وتخش تنام تاني عشان تصحى الصبح تعمل اللي انت بتعمله ده تاني ف ده اللي هو كونسبت مختلف جدا يا اسلام والله التركيز هو انت بتيجي تبص تلاقي لا فيه لا هو كونسبت انك بتعمل شغل فري اونلاين وانت شايف ان ده هيفيدك برضو زي ما كنا في الاول في ناس كتير بتقول لك لا ما تعملش كده اصلا في ناس ما بتعملش ده بيقول لك انا مش هنزل انا مش هنزل حاجه الا لما يجي لي شغل او انا لما اخلص شغل هنزله لا يعني انت عندك كريس دو مثلا في حد اسمه كريس دو ده من اشهر الناس اللي هم ديزاينرز الموجودين اصلا وعامل بقى كورسات وعامل حاجات من ده كان بيشرح حاجات من دي اللي هو انا ما عنديش مشكله اعمل حاجات زي دي مش ما عنديش مشكله اعمل كده ما عنديش مشكله انا انزل ده ليه لان هو ده انت يعني في الاول في الاخر انت لما تيجي تستنى لما شغل يخلص مع عميل عشان تنزله هو اصلا العميل عمل تعديلات فيه كتير انت ما بتبقاش راضي عنه خربه وفي نفس الوقت انت لازم بتزهق منه وما بتبقاش عايز تنزله وفي نفس الوقت في حاجات بتقعد بالسنين مركونه فبتبقى اوف ترند اصلا خلاص ماتت ما لهاش لازمه تنزله لكن لما انت بتعمل حاجات من دماغك انت فانت بتنزلها انت مش بتقلل من نفسك ما انا بعمل ده كله ما بقللش من نفسي صح تمام بالعكس انت بنيت لنفسك براند بتكمل انت بتكمل حاجه لو فضلت مستني وبعدين البراند لما بيجي يخش يكلمك او الشخص بيجي يخش يكلمك بيشوفك انت نزلت اخر مره امتى اصلا لما يجي يكمل نزل بوست اخر بوست منزله او اخر حاجه انت منزلها من سنه فهو بالنسبه له حاجه من انت عطلان السنه دي انت عطلان يا اما عطلان يا اما مش فاضي يا اما انت خلاص انا مش هشغلك بدور على حد لسه نازل امبارح ولا اول ده يكمل حد حد كده هو ايه اكتب اصلا على طول او بينزل او بيشغل او شغال على طول ايوه فهو ملوش دعوه هو مش هيعرف اصلا انت كنت عامل الشغل ده ببلاش ولا بفلوس فاهم هو مش هيعرف صح 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 هو بالنسبه له بيشوف كواليتي وبيشوف ايمج وبيشوف انت في بيشوف حاجه طماعه من في اكونتات مثلا تيجي ممكن تتفرج عليها الاكونت مثلا انا بشوف ناس كتير واحد مثلا شغال ديفلوبر وده شفته كتير قوي هو ديفلوبر هو اصلا بيكتب كود بيكتب كود هو هيصور ايه ولا هيكتب ايه ولا هينزل ايه على الانستجرام ممكن يقول لك انا ماليش دعوه بالانستجرام الانستجرام ده مش شغلتي فاهم وتيجي تلاقي عندهم الاكونتات بتاعتهم كل يوم بينزل كل يوم بيعمل بينزل ريلز وبينزل بتلاقيه منزل صوره مثلا للورك سبيس عنده مصورها بطريقه شكلها شيك او الكلام ده كله وبيكتب مثلا كلام عن اللانجوج الجديده هو اتعلمها او حاجه جديده مثلا اتعملت في الباك اند شغل الباك اند او شغل الفرونت اند او الكلام ده كله وده بيفيده تسويقيا يعني ده فعلا بيفيده ما هو بيفيده ان هو الناس بدات تشوفه او الناس بدات تتكلمه او تلاقي مثلا ايه شركه بتكلمه مثلا احنا هنبعت لك شاشه هديه عايزينك احنا بعت لك مثلا حاجه تتكلم عنها او في سيرفيس معينه سيرفر معين احنا عملناه او لانجوج معينه احنا عملناها عايزينك تخش تجربها ببلاش او ليك مثلا حاجه فهو بيستفاد من ده تمام انت عارف انا كنت بفكر اعمل ايه ان انا اجيب اوفر هيد ترايبود اللي هي الترايبود اللي بيصور ده وعشان الاكونت عندي يبقى فيه شغل طول الوقت على طول انا تقريبا هشيل كل اللي فيه او هكنسله يعني هنزله لتحت واصور كل يوم مثلا دقيقه دقيقتين من وانا بروسس وانا بشتغل انا كده كل يوم بشتغل بالظبط وانزل ده بس كده انا عندي الترابيزه ظريفه واعمل سيت اب تصوير دمه خفيف وتقعد معايا دقيقه او دقيقتين وانا بشتغل اللي هم بتوع الريل يعني تشوف الحاجه اللي انا بكملها دي وما بكملهاش وخلاص على كده خلاص انت مجرد شغل يبقى هو ابقى انا عامل السيت اب وناس تتفرج بس انا مش عارف ده الناس هيعجبها ولا ما هو انت مش هتعرف الا لما تنزل اوكي نزل وبعد كده هتلاقي بقى الدنيا وضحت عندك فاهم هتلاقي نفسك يعني ما انا ممكن يبقى البروسيس مش الرسم اللي انا برسمه البروسيس نفسها البروسيس اللي انا بعمله اصلا كل يعني انا قاعد على التابلت وبنكش عايز المود ده عايز اعيش المود كل يوم على المود دقيقتين كده معايا او دقيقتين بس ده ممكن ينجح ده ممكن ما حدش عارف اوكي بص انت الموضوع كله على بعضه وانا بقول لك ده ديفلوبر يعني يعني بيعمل حاجه اصلا مش انترستنج انك تشوفها باي شكل مش فيش حاجه ما فيش حاجه واكونتات كتير فعلا ممكن ابعت لك مثلا 10 20 اكونت بيعملوا كده Okay. مش حاجه بقى ليها علاقه بالارت مثلا يعني مش حاجه ليها علاقه بشغل يو اي ولا حاجه مثلا 3 دي ولا بس design. هي الفكره ان انت بقيت نفسك بتبيع نفسك مش بتبيع بس مجرد البرودكت بتاعك الشكل انا اللي بيعمل مثلا فولو مثلا الديفلوبر ده ان هو عايز يشوف الورك سبيس بتاعته عايز يشوف الماك الجديد اللي هو جابه الشاشه الجديده اللي عملها عايز يشوف الجديد في الكارير بتاعه حتى او في اللانجوج اكتشافات كل يوم بيكتشف حاجه بالزبط. جديده مش عارف ايه كذا 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 بس كده ده الواحد ممكن يبقى كونتنت لو انت ده ما عندوش كونتنت ينزله بيخلق كونتنت فتخيل انت بترسم ولا بتصور وتقول انا ما عنديش كونتنت ف
فدي ازمه من ايه بقى انت اصلا يعني انت متخيل لما عميل يجي يقول لك انا عايزك تطلع لي حاجه شكلها حلو للبراند بتاعي في حين انت اصلا مش عارف تطلع نفسك انت شكلك حلو. دي ازمه كبيره صح. ما هي نفس الحاجه. اعتبر ان الاكونت ده عميل جالك وبيقول لك انا عايزك تمسك لي الاكونت لمده سنه تحط لي عليه كل يوم ريل وهديك فلوس. ايوه هتعمل صدق انا هعمل كده يعني انا هجرب فعلا اعمل كده. بس فهي بتمشي كده هتلاقي نفسك بتعملها. فانت انت هتشتغل وانت مش حاطط في دماغك هي وصلت لفين او هتروح لفين او هيحصل ايه. انت كل اللي بتعمله انت بتعمل اللي عليك. ممكن بقى تلاقي في شركه تانية بيكلمك. ممكن تلاقي بقى شركه واقم مثلا بتبعت لك احنا عايزينك تجرب الواقم بتاعنا وتنزل ستوري وانت بترسم بيه. الشركه مش عارف ايه. انت في كلتا في كل حاجه هتستفاد. ده مش خسران. انت بتستفاد بتوصل لناس جديده وناس ممكن تشوف عايزه ايه ده. انا عايزين مختار يرسم لنا حاجات عندنا او عندنا مثلا ستوري معينه او عندنا مش عارف ايه. لان انت الكلاينت هيوصل لك منين؟ مفيش حاجه يوصل لك منها. صح صح صح. فهو يعني هي مش كلها بيهنس مش كلها ايميلات. انت ممكن تلاقي ريل انت منزله مثلا بترسم ميكي ماوس فيه ولا بترسم فيه حاجه ابن واحد مثلا شغال في شركه مش عارف عامل ازاي عجبه وراه له عجبه فهو شيره مثلا الواد نفسه شيره فابوه دخل شافه ايه ده مين عامل الشغل ده فمختار. فانا اخش اكلم مختار عشان انا كنت الصبح في ميتنج وعارف. هي بتيجي كده انت ما بتبقاش عارف مين اللي هيشوف بس انت لازم توصل ده يعني توصل للناس اصلا. صح صح. فانت ايا كان بقى الرقم اللي عندك هتعديه. خصوصا احنا شغلنا كله اصلا معتمد على الفيجوال فاحنا لازم نبقى شكل الحاجه خطوه شكل الحاجه شكلها حلو انت عارف تطلعها بشكل حلو لان انت العميل بيبقى عايز ياخد حاجه شكلها حلو فانت مش عارف تطلعها اصلا. انت عارف اللي بتعمل كده كويس قوي. انت عارفها كويس نوران عويس. نوران عويس ما شاء الله يعني استاذه في المنطقه دي استاذه جدا. عارفه ازاي تصور عايزه بتعمل ايه الكلام ده وبتعمل مود وبتعمل مزيكا وجايبه شجر ويعني هي عامله مود رائع صراحه. يعني بتعرف تبيع نفسها في المنطقه هي عارفه بقى تكمل. أيوة هي عارفه تكمل عارفه ايه ان انا هطور من الدنيا عندي ازاي. صح. يعني لازم تبقى عارف ايه الخطوه اللي بعدها بس انت مش تعرف الخطوه رقم 10 دي عامله ازاي الا لما تبتدي اصلا بالاولانيه بالاساسيات اللي هي الاولانيه اللي انت ظبط شكل الاكونت عندك حط صوره شكلها حلو اشرح للناس فوق انت بتعمل ايه بالظبط اسمك يكون مظبوط مش بومبو مش عارف ايه فاهم الصاروخ بالظبط يعني ايه اسمك يكون مظبوط الايميل بتاعك شكله حلو. الصعب في ايه يعني انت مثلا ممكن تلاقي انت في ريل مثلا عندك وصل مليون اوكي لما تيجي تخش في الانسايتس بتاعته تحت هتلاقي يقول لك مش عايزين ضربه حظ هو ضرب بالحظ وضرب اوكي جاب مليون مش. هتلاقي في الانسايتس بتاعت الريل تحت كاتب لك كم واحد دخل على الاكونت عندك كم واحد داس على الاكونت من الريل ده اوكي اوكي فهتلاقي مثلا 2000 واحد دخلوا عندك على الاكونت منهم 50 بس اللي عمل لك فولو دي حاجه كده غلط اللي دخل عارفين ان انت كده اي كلام اللي دخل ما انبسطش ما لقاش حاجه واو ان هو يعمل لك عليها ما اقتنع ما اشتراش بالظبط هو واضح كده انت كفايه عليك اللايك اللي انا عملته لك دي ضربه الحظ بتاعتك و50 سكندز اوف فيم واضح كده لان واضح كده ان انت ما عملتش لا ده تمام فاهم الشطاره ان انت النسبه بتاعت كم واحد بيخش على الاكونت بتاعك ما يطلعش الا وهو في ايده كيس يعني انت مثلا ممكن تلاقي 1000 دخلوا في منهم 800 عملوا فولو كده انت برنس كده انت برنس كده فده بقى بيبقى اساس ايه شكل الاكونت بتاعك نفسه شكله عامل ازاي ايه اللي موجود فيه هل هو فيش الريل ده بس اللي كان حلو ولا في حاجات تانية وبقيت الصور شكلها ملخبط ما عندكش مشكله تمسح الحاجات القديمه مش عارف تمسح الارقام تعملها تنزلها وتنزل حاجات تبتدي تمشي على جريد معين كده تقول انا هنزل هنا ريل هنزل هنا ابيض واسود هنزل هنا الوان بس اوكي فاهم الاكونت يبقى شكله مريح كالوان كل حاجه ماشيه زي بعضها او قريبه من بعضها اللي يخش يبقى عارف ده اسلام او ده مختار خلاص خلاص انت يعني بتبقى الفيجوال واضح ان هو عارف اساسا من غير وهو بيلف حتى مش عارف انت مين هو دي حاجه اسلام اهي دي حاجه اسلام او دي حاجه كذا فاهم واللي هيعمل سيف مثلا اللي بيعمل سيف لبوست فبيطلع له الكومنت لناس ثانيه يقول له انت عشان عملت سيف للمختار فانت في واحد زي مختار بقى تحب تبص اهو موجود اهو طلع لك تعال اتفضل معانا فهو شاف الصوره فدخل على الاكونت ما لقاش حاجه حلوه ما لقاش حاجه حلوه فخلاص انت بالنسبه له هي ماشيه كده فانت هي كلها غير ان هي مكمله بعض هي كلها انت في الاخر انت اللي مستفيد صح يعني مستفيد لان انت لو جالك 10000 عملوا فولو هي مش فلوس هي في الاول في الاخر هتلاقي ال10 دول جالك منهم شغلانه واحده فانت كده مجهودك ظبط خلاص انت مش بس ان المهم انك تبقى تريتش يعني هي فكره ان الناس تريتش اكتر وتبقى معروف اكتر على السوشيال ميديا دي في حد ذاتها ليها قيمه كبيره جدا ليها قيمه انت
انت بتيجي تتضايق تقول بص ده واحد بيطلع يرقص عنده مليون وانا عمال اعمل طول النهار وارسم مش عارف ايه بس محدش شافك يا معلم. هو مكمل في الرقص ده, هو عمال يرقص طول النهار. هو نزل 500 ريل كلهم نفس اللي هو بيعمله في حاجه, وهو كل يوم قاعد بيشوف ايه الترند وايه اللي ممكن يعمله عشان خاطر يقعد يعمل كده. وفي ناس بتصنع ترند اصلا. فهو بالظبط هو ايا كان هو بيعمله, لو انت شايف ان هو حاجه تافهه فهو مكمل في التفاهه. فاهم؟ دي بقى الفكره انه مكمل, مش مالناش دعوه بقى هو بيعمل حاجه حلوه حاجه وحشه, مالناش دعوه. بس هو مكمل. انت بقى بتعمل ايه؟ انت بتحكم بس. انت بتحكم على ده تافه ده مش عارف ايه, بس ده ليه زبونه ده ليه زبونه ده ليه زبونه. انت عامل بال عليك. انت فاهم انت هتعمل اللي انت بتنزله. واحنا فعلا احنا كل المفروض شغلنا فيجوال, فاحنا المفروض نبقى دي طبيعه ان احنا نبقى يعني بنعرض شغلنا. ده طبيعي. هي ماشيه كده, هي ماشيه كده. انا بالنسبه لي الموضوع كله على بعضه اللي هو مش هبص على ده ولا هحكم على ده, مش انا مش دعوه, انا هعمل اللي عليا واركز في اللي انا بعمله ده واقعد اجرب. انا طول النهار اقعد اجرب ده نزل اذا ما ينفعش الى الانجيجمنت اذا انا عندي الناس اللي عندهم حاجه وحشه. الناس اللي انت بتتفرج عليهم عشان تفهم اليوتيوب ماشي ازاي والانستجرام ماشي ازاي والكلام ده كله, تقدر تدينا كام لينك كده للناس؟ لا لا موجودين عادي, هنجيبهم لك اهو, مفيش مشكله. بنحطهم في الديسكربشن بتاع الحلقه. الناس اللي بس هو لا سهل عشان تفهم الناس, موضوع سهل فاهم. هو مش محتاج الكلكعه. هو بس انت ابدا وكمل فيه, يعني ابدا في الحركه اللي انت عايز تعملها دي, بس لازم يكون عندك عارف خطوات. في ود بيعمل نفس الفكره بتاعت السوشيال ميديا دي, بس هو كان عيل صغير كده وبيتويتش الحاجات وهو بيلعب فيفا ولا بيلعب اي لعبه ايا كانت يعني. والحاجه الوحيده اللي هو عملها صح انه هو الوحيد اللي فضل كان بيلعب ان بي اي بتاعت الباسكت دي. اوكي. فضل يبوست كل يوم ساعتين كل يوم ساعتين كل يوم ساعتين. بعد تقريبا 400 يوم تقريبا او حاجه كان كل الجراف بتاعه في الفيوز عادي, لان هو بيقدمش حاجه يعني, وهو كان لسه صغير وما كانش بيعرف يقول ايه, وكان لحد ما وصل في فتره معينه انك مجرد ما هتسيرش على اي حاجه في الام بي اي او تتفرج على تويتش عليها او اي حاجه هتطلع. هو هيطلع لك. فمره واحده الجراف بتاعه اوب طلع خلاص خلاص, هو كده خلص. هو كمل هو كمل يعني. هي الفكره ان هو فضل يعمل وصبر على النتيجه وحافظ على الريتم بتاعه. هو ده منطقي. انا ده منطقي بالظبط. ما هو ده هي بتمشي كده يعني. اغلب الناس بره والله يعني انا مش حبا فيهم ولا كره فينا ولا ايا كان, بس هم عندهم المعلومه. هو بيبقى عنده 5 ايام بتوع الاسبوع بيشتغل فيهم. هو بيعمل ده. هو بيصحى هو بيكتب عنده يعني. في واحد والله العظيم انا عامل له فولو, كان 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 عنده رقم اهبل كده فرنساوي. هو ده انا كنت عامله فولو بس عشان خاطر انا عاجبني شكل السيت اب بتاعه, يعني شكل السيت اب بتاعه. ايوه انا صدق المكتب والكلام ده كله. بس هو كل اللي بيعمله ان هو بيتعلم لغات. هو ما بيعملش حاجه في حياته غير ان هو بيتعلم انجليزي, بيتعلم الماني, بيتعلم فرنساوي. فاهم ايا كان هو كان هو فرنساوي اصلا. هو بيتعلم بس. فهو بيصور الناس اليوم بتاعه بيمشي ازاي. كل يوم بينزل ريل كل يوم. اوكي. هو بيشرب وهو بياكل. أيوة. موتيفيشن مش عارف ايه. انت كده ارتبطت بيه من غير ما تاخد بالك. بس دلوقتي الاكونت بتاعه دخل على 300,000. كل يوم بينزل ريل. أيوة. أيوة. بيقول للناس مش عارف ايه, اشربوا ميه كتير, حبوا بعض, مش عارف ايه, انا النهارده هتعلم ده, انا النهارده هعمل ده, انا بصوا هاخد الكلب بتاعي امشيه بره مش عارف ايه. صح. بس الطريقه شكلها حلو بس مكمل فيه. في اقل من سنه دخل على 300,000. قوي جدا قوي جدا. هو انا بقول لك هو انت عارف انا بحاول اعمل حاجه زي كده في اليوتيوب. قعدت اتفرج برضو على فيديوهات كتير. قال لك انك لو بتنزل فيديوهات بصوره مستمره برضو نفس فكره الاستمرار. الاستمرار في اي حاجه اي حاجه حتى لو بتنزل اي هبل انا هطلعك لفوق. بالظبط. الاستمرار عموما يعني انت لو مستمر في حاجه وحشه هتلاقي نفسك مكمل. هتوصل برضو يعني. انت لو مستمر انت بتشرب سجاير هتلاقي نفسك بتشرب سجاير. بتقدر تكمل يوم الصبح لما تشرب سجاير. بالظبط. هو زي ما فهمه في الوحش هو في الحلم. بس هي صبر بقى. فكره اليوتيوب بقى, فانا قلت هعمل تجربه وقول لي رايك فيها. ان انا يعني السيزون ده سيزون ثالث من عطل فني, وانا في عطل فني اعمل معاه حاجات جانبيه تانية بحيث ان انا مش كل الوقت بعرف اجيب ضيوف. فاعمل فيها زي توتوريالز صغيره وحاجات كده, وحاجات انا بتعلم هاي كوبي وبنقل مش عارف ايه. بس انا مسستمهم ومش هنزلهم غير كلهم في تتابع معين. يعني انا هعمل سيزون مثلا في شهرين مثلا في السنه. تمام. فهيبقى كل اسبوع هتلاقي حلقه من عطل فني وحلقه من هاي كوبي, حلقه من عطل فني وحلقه من هاي كوبي. حلو قوي. لحد ما يعمل الشهرين دول يعدوا واشوف الجروس هيطلع قد ايه واشوف إيه. ودي اللي انا هقيس عليها. بس يعني لازم قبل ما يعني قبل ما تكمل في الحته دي لازم تخش تشوف الناس بتكتب ايه في الفيديو تحت, بدايته عامله ازاي,
الساوند افكت اللي بتبقى موجوده في الاول، ايه الحاجات اللي موجوده في اليوتيوب الجديده او المظبوطه ان انت تقدر لما تيجي تنزل. هم حاولوا يعني بيحاولوا يعملوا حاجه زي ريلز بس انا مش مقتنع يعني. ما هو لا هو انا شفتها اللي هو الشورت الشورت ويقول لك هتاخد فلوس لو بتحط شورتس، بس هو اليوتيوب اساسا مكان مش بتاع شورت يعني، انا مش داخل اتفرج على حاجات في ثانيه وامشي. هو بقى اللي هي يعني في ناس بقى يعني ماشي كده، بس انت يعني وانت بتصور يعني خلي في بالك ان انت تبقى الزاويه نفسها كامله معاك، ان انت تعرف تاخد الشوت من النص بالطول عشان تعرف تقصه في وقت ما تحب. ايوه خد من ده حط هنا، خد من ده حط هنا، هتلاقي الدنيا معاك بدات تظبط. وخلي لينكاتك كلها واحد يعني، انت لو اسمك مختار تمام يعني مثلا فيسبوك سلاش مختار يبقى الانستجرام سلاش مختار. تقريبا انا عامل كده بالصدفه يعني، عملت كده بالصدفه وانا صغير. حاول تعملها كلها تبقى واحده هتظبط عشان هو هيسيرش مره هيطلع في كل حته. حاول توصل لمرحله انت بتيجي تكتب اسمك بس على جوجل كده يجيب لك كل اللينكات بتاعتك. دي حته مهمه دي جدا. مره واحده تلاقيها ظبطت فاهم. هي يعني هي بتجربه، انا بقعد اجرب في ده كله يعني. انا بالنسبه لي الموضوع على بعضه انا ما كنتش اعرف اي حاجه من الحاجات دي من سنتين فاهم. ايوه انا برضو بقعد بجرب بس ما عنديش المعلومات الكافيه ان اعرف ان انا اصلا صح ولا غلط يعني عارف. هي دي ما هي كل حاجه لها انسايت، انت كل حاجه بتطلع لك تحت الانسايتس بتاعتها انت. ايوه ما انا حتى لو انسايت كان كويس انا ما ببقاش عارفه كويس ليه. دي حته عندي لا هتلاقيه مطلع لك، هتلاقيه يعني حاول يعني ممكن تبقى تكتب لما تيجي تنزل البوست انا نزلت البوست ده الساعه 12 فاهم، كان فيه اللون الاحمر مثلا، انت حطهم جنب بعض وشوف ايه اللي فرق من ده من ده وده ليه اشتغل. يعني ده اشتغل ليه وده اشتغل ليه. هل ده مثلا عشان خاطر كنت بتكلم لغه عربيه فصحى، هل ده عشان دمه خفيف، ولا ده عشان الوانه كويسه فاهم. فانت عينك بقى ترتب وتشوف ايه اللي بيحصل بس ده. انت بتيجي بعد كده تشوف الانسايتس عندك. انا مثلا الناس عندي مثلا من سن 18 لسن 25 من مصر. طب انا عايز اوصل للناس الثانيه، انا بوصل ليه مصر بس عشان بكتب عربي. طب ما انا اكتب عربي انجليزي ماشي فهطلع ناس ثانيه تمام. طب انا عايز اطلع بقى من مصر خالص تمام، اشوف بقى ايه اللي عندهم بيحبوه واعمله، مش عامل زي اعمله فاهم يعني. هم دلوقتي انت عندك مثلا التريقه مثلا سي مثلا على ممثل معين، فانت تعمل التريقه للممثل المعين اللي موجود عندهم اللي هم بيحبوه. هم انت مثلا ممكن تكون هنا ما بتحبش ماكدونالدز، هم هناك بيحبوا ماكدونالدز فتعمل حاجه لماكدونالدز هم بيحبوه عشان ما يشوفوه يحس ان انت معاهم زيهم فاهم. فهتلاقي نفسك وصلت ايه، فانت بتحدد انت عايز توصل لمين، هي بتمشي كده وعلى اساسها تبتدي يعرف هم بيحبوا ايه وتوصل لهم ازاي. انا عايز اوصل الناس بتوع الصين ومش عارف ايه خلاص فدربت فهمتك. فهي ماشيه كده خلاص. بس كده ان احنا سالنا كل الاسئله تمام. عندك اي حاجه تانية نفسك تقولها خليك حبيبي يعني شوف انت لو في اي حاجه انا معاك الجزء الثاني ان شاء الله كمان سنتين بس الناس ما تزهقش مني بقى. لا مش هتزهق حاجه ان شاء الله حبيبي اسلام. حبيبي بشكرك جدا كده النهارده وحلقه ظريفه جدا جدا جدا. ويعني انا مش عايز اقول لك الناس تحبك قد ايه والله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تسلم يلا خلاص بقى يا جدعان نشوفكم حلقه جديده. مع السلامه.